طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ الوركشوب بتاع البيدياتريك نفرولوجي، وإن شاء الله يعني أتمنى أن تخرجوا باستفادة كبيرة إن شاء الله بإذن الله. وكل الحاجات اللي هتتقدم دي عبارة عن حالات هتفيدكم في البراكتس بتاعكم إن شاء الله. طبعا أنا يشرفني أن يكون معايا في الشير بيرسونز أستاذ الدكتور أيمن حماد، أستاذ طب الأطفال وكلى الأطفال ورئيس وحدة كلى الأطفال جامعة المنصورة، أستاذ الدكتور أحمد هلال أستاذ طب الأطفال وحديث الولادة كلية الطب جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور خالد الراشد أستاذ طب الأطفال ورئيس العناية المركزة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر، والأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد شبيب، أعتقد إنه مش موجود. محمد شبيب أعتقد إنه مش موجود. المهم يعني برضه بنرحب بيه حتى لو مش موجود. يشرفني طبعًا إن أنا يعني هذه الجلسة يكون ممثل فيها اثنين من فرسان البيدياتريك نيفرولوجي، اللي هم الأخ الفاضل الدكتور هاني ده كلية طب أستاذ طب الأطفال وكلية الأطفال كلية طب جامعة الزقازيق، والأخ الفاضل أستاذ الدكتور ماهر عبد الحافظ أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة كلية الأطفال كلية الطب جامعة طنطا، ويدير هذه الجلسة العملاق الكبير الأستاذ الدكتور إيهاب الحكيم أستاذ طب الأطفال وكلية الأطفال كلية الطب ورئيس وحدة كلية الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس. دلوقتي إن شاء الله نبدأ الجلسة، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيسور تشير بيرسونز، شكرا على البرزنتيشن، وحضراتكم شرفنا، وبنشكر اللجنة المنظمة للمؤتمر على إتاحة جلسة البيدياتريك نيفرولوجي. السنة دي عملوها متأخر شوية، السنة اللي فاتت كانت الساعة 8 فكانت صعبة على ناس كتير، السنة دي عملوها لنا 11:30 فمتهيألي هتبقى أسهل شوية، ولو إن متهيألي يمكن حضور يكونوا تعبوا من اللي سمعوه قبل كده، إنما بإذن الله هنحاول نخلي السيشن بتاعتنا انتراكتيف ونسمع حضراتكم علشان نبقى على نفس الموجة من الكلام. الحقيقة النهاردة السبيكرز الأستاذ الدكتور هاني السيد أستاذ طب الأطفال في جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور ماهر عبد الحافظ أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة كلى الأطفال في جامعة طنطا. واستقر الرأي ان احنا هنقدم البرزنتيشنز بتاعتنا على شكل كيسز، تمام؟ وهم اختاروا ان هم يبقوا 10 حالات، فعاوزين تركيز شديد، الوقت بيهاجمنا، احنا اوريدي متبتدئين حوالي 5 أو 10 دقائق متأخر، ربع ساعة متأخر، اوكي مش ذنبنا، لكن هنحاول ان احنا نفيد حضراتكم بالديسكشنز اللي هتتم على الحالات. اول حالة هيقدمها الدكتور هاني، ونركز مع بعض علشان هتبقى فيه اسئلة. مفيش جوائز، عندناش جوائز النهاردة، معلش دكتور وائل هو عنده الجوائز، انا ما عنديش جوائز، عندنا علم، اوكي ان شاء الله يبقى مفيد برضه. اتفضل اتفضل دكتور هاني. السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا سعداء جدا بالجمع الكبير من الزملاء. على طول هنبدأ كده مع بعض. احنا الهدف بتاعنا النهاردة اللي هو بيدياتريك نيفرولوجي براكتس ستيب اب، يعني ان شاء الله نتمنى من الله عز وجل بعد التوك ده ان يبقى انتوا استفدتوا والحاجات اللي انتوا بتمارسوها يبقى في خطوة زيادة او معلومة زيادة بعد انتهاء التوك ده. Let's go. First case عندنا ده 5 months old boy evaluated for fever, irritability and faltering growth. كلكم عارفين في faltering growth معناها failure to thrive اللي هي زمان، يعني في المذر كانت بتشتكي من 3 attacks of fever at 1, 3 and 4 months of age. Each attack lasts 4 to 6 days. We treated with antibiotic and no investigations done before. في last 24 hours the mother noted ان البيبي become less interested in breastfeeding. الهيستوري بتاعه ده full term with no significant antenatal or perinatal history apart from mild bilateral hydronephrosis observed in the last trimester of pregnancy.
البير سويت بتاع الطفل ده كان 3 كيلو جرامز وهو دلوقتي 5 شهور وزنه 4.8 كيلو جرامز. الفيزيكال اكزامينيشن بتاعه كان الطفل ريتابل في ديبريس ده انتيريور فونتانيل و somewhat decreased spontaneous activity, fever 38.8, heart rate 130, respiratory rate 45, and the rest of physical examination was unremarkable. دور إيهاب يعني القصة دي ده بالسمري بتاع الكيس إن ده طفل جاي 5 شهور وعنده سخونية وريتابيليتي وما بيزيدش في الوزن. وكان في سيميلر اتاكس عند 1 شهر و3 شهور و4 شهور وما فيش اي سيجنيفيكانت هيستوري غير المايلد بايلاترال هيدرونفروزيس في اللاست تريمستر وده الاكزامينيشن اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي. اتفضل دكتور. ايه الملفت في العيان ده؟ في حاجات في الهيستوري وفي حاجات اكتوال دلوقتي في البرزنتيشن صح. في الهيستوري عندي نقطتين مهمين في ريكارنس للفيفر اتاكس اوف فيفر دي ما حدش قال ان هي يو تي اي احنا مش عشان نفرولوجي يعني ما حدش قال ان ده يو تي اي صح لكن عنده 3 اتاكس اوف فيفر قبل كده وكمان عنده انتي نيتال الترا ساوند في حاجه مش حلوه قوي هايدرو نفروزس ما فيش اي تعليق عليها ولا فولو اب ليها بحيث نعرف ليها ريليشن للحاله بتاعتنا ولا ملهاش تمام لكن وجود الفيفر ووجود جنرال مانيفيستيشنز للحقيقه ان الاطفال في السن الصغير ده ما بيدوش اي لوكال مانيفيستيشنز سجستيف اوف يو تي اي وبالتالي السيستميك مانيفيستيشنز هي اللي هتهمنا اكتر. اوكي في عنده حاجه ولا ما عندوش؟ عنده دكتور هاني. احنا كده اللي احنا لاحظناه في البيبي ده زي ما دكتور من الهيستوري ان في ايفن هي مايلد بايلاترال هيدرونفروزيس بس نوت فولود او انفستيجيتد بعد الولاده والبيبي ده جاله 3 اتاكس وفيفر وريتابيليتي وتريتد زي ما احنا بنعمل في عيادات كده بانتي بيوتيك ويروح ويجي له مره ثانيه ويروح يعني ده برضو يعني لافت النظر والاكتر كمان ان في فولترنج جروس في الطفل ده ما بيزيدش في الوزن فده لازم ناخد بالنا منه ونشوف قصته ايه ما عندناش ان انا ادي له انتي بيوتيك ويمشي. اوكي دلوقتي العيان ده سنه قد ايه؟ 5 مانثس 5 شهور دي فيري ريسكي مفيش هزار فيه لو معاه سيستميك مانيفيستيشنز اوكي و5 مانثس ده على طول لو انا هتكلم في يو تي اي از فور هوسبيتاليزيشن اند بارنترال انتيبايوتكس مفيهوش هزار اوكي لكن احنا ايه اللي هنعمله في العيان ده الاول حاجه انا شاكك دلوقتي ان هو عنده سيستميك انفكشن مش كده لان معاه مانيفيستيشنز هبتدي ادور على اعمل لوكاليزيشن للانفكشن دي فين الهيستوري ما ساعدنيش هنعمل انفستيجيشن تقترح ايه دكتور هاني طيب وزي ما الدكتور ايهاب قال كده يا جماعه ان احنا البيبي ده فيه ريسك فاكتورز يعني العيان ده فيه ديهايدريشن وفولترنج جروس وده 5 شهور ما ينفعش اديله انتي بايوتيك واروحه امال ده يتعمل ايه نمبر 1 ادخله المستشفى اعمل له هوسبيتاليزيشن البوينت الثانيه تعمل له جود هايدريشن ودي اولويه ان انا اعمل له جود هايدريشن وبعد كده ما تبداش اي انتي بايوتيك الا ما تسحب الكالتشرز بتاعتك على طول في المستشفى على طول بنسحب اليورين كالتشر والبلاد كالتشر وبعد كده ابدا تو كفر جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا غالبا امبيسيليوم سيلجينيس كيفالوس بورن وكمل بعد كده اللي هو الاذر انفستيجيشنز وانت شغال اللي هو سي بي سي سي ار بي الكترولايتس كيدني فانكشن ليفر فانكشنز ما تنساش تعمل راندوم بلاد شوجر في الطفل ده بلس ان انت ممكن بعد ما تصلح هيدريشن ممكن تعمل اي بي جي تشوف الطفل بتاعك واصل فين فده الايرلي كيسز بس في الايرلي برضه وانت في المستشفى ما تنساش تعمل كان في حته في الهيستوري في الاول يا جماعه اللي هي كان ايه انتي نيتال هايدرو نفروزز ونوت انفستيجيتد بيفور وبالتالي بسهوله جدا وده بيت سايد ممكن يعمل مين ابتومنال التراسونوجرافي وده في غايه الاهميه لان ده هنبني عليه حاجات تانيه بعد كده اوكي طيب بعد كده هندي علاج حسب النتائج اللي هتطلع لنا مش كده ويل ديسايد فيرذر تريتمنت حسب النتائج اللي هتطلع لنا تمام
طيب احنا عملنا كده في الايرلي ستيب، احنا خلاص احنا هنعمل كالتشر، ولما الكالتشر بتاخد حضراتكم عارفين من يومين لثلاث ايام في المعمل، وبعدين بتطلع. اللي هيطلع معايا هنبدا نعمل له مين تشينج الانتيبيوتكس اللي طالع في المزرعه. امال ايه الديليد ستيبس اللي احنا ممكن نعملها في الطفل ده؟ يعني خلاص انا دخلت الطفل المستشفى وشفته و و و وعملت القصه وعدينا من مرحله الاكيوت انفكشن، طب بعدها هنعمل ايه؟ احنا عندنا جايد لاينز لليو تي اي في الاطفال سبيشالي اللي هم تحت سن 6 شهور، وبصراحه المفروض تبقى تعمم على اللي تحت سن سنه. حضراتكم في رقم مهول ان حوالي 45-50% من الاطفال اللي بيجي لهم يو تي اي سبيشالي اف ريكرنت ان ذا فيرست يير اوف لايف عندهم فيزايكو يوريتيليك ريفلكس، وبالتالي ما استسهلش واخد طفل عنده يو تي اي في الفيرست يير اوف لايف واخده لايتلي اطلاقا. بس انا هشخص ازاي بعد كده الحاجات دي اللي هو الفيزايكو يوريتيليك ريفلكس او اني اذر كونجينيتال انومالي في اليورينري تراكت اللي احنا بنسميها الكاكوت يعني. ففي الحاله دي احنا خلاص عالجنا الانفكشن، المفروض في انفستيجيشن اسمها في سي يو جي اللي هي اسمها فويدنج سيستوليس روجرام، ودي ما ينفعش تتعمل ديورنج الاكيوت اتاك او الاكيوت انفكشن. طب قد ايه المده ما بين الاتاك وما بين ان انا اعمل الفي سي يو جي؟ ها هو الصح from 2-3 weeks or even 4 weeks، بس بشرط يكون في eradication للانفكشن اللي كانت ايه اللي كانت موجودة. طيب احنا هنكتفي بالفي سي يو جي؟ لا، الجايد لاينز بتقول كمان ان احنا الطفل ده بعد 3 months ممكن نعمل كمان اللي هو الريديو رينال ايزوتوبيك سكان عشان نشوف هل الاكيوت بايلينوفرايتس اللي كانت موجوده دي ثابت مكانها رينال سكار ولا لا. واحنا ما بنعرفش نعملها في الاكيوت اتاك لان انت مش هتعرف تفرق بين المنظر بتاع الاكيوت نيفرايتس والمنظر بتاع السكار، وعشان ديتكت القصه لازم تعملها بعديها ايه بثلاث شهور. يبقى احنا وصلنا دلوقتي معلومات سهله جدا، اول ما الطفل بيدخل الايمجنج اللي بيتعمل الابدومينال التراسونوجرافي سهل جدا وده بيت سايد. لو انت شاكك في او احنا هنعمله بعد الاتاك بحوالي قول 4 ويكس يعني عشان نسهل الامور، يبقى هنعمل الفي سي يو جي وبعديها ممكن بعد 3 شهور نعمل الرينال ايزوتوبيك سكان اللي هو الدمز سكان عشان نشوف مين اللي هو قصه السكار فولوينج مين الاكيوت بايلو نيفرايتس. طبعا في حاجات تانية بتتعمل زي الام ار يو، بس الام ار يو مشكلته في حاجتين، بيحتاج جنرال انستيزيا وبنستعمل فيها مادة مشعة لازم تكون فيها الكيدني فانكشن نورمال وإلا هتعمل لي مشكلة، وبالتالي الام ار يو لازم يكون في مكان كويس ولازم يكون الناس عاملين فولو اب كويس مش في مركز أشعة ما فيهوش إمكانيات ولا، وبالتالي الناس بتفضل على طول تعمل حاجات تانية. لكن ام ار يو ممتاز بس بالاحتياطات بتاعته اللي احنا بنشوفها. عاوز بس هنا أقول ملاحظة صغيرة، موضوع الالترا ساوند دكتور هاني بيقول بيت سايد الترا ساوند بس لازم يكون اكسبرت بليز، مش اي الترا ساوند از ان الترا ساوند خلاص، فلازم حضرتك تكون عارف مين اللي بيعمل الالترا ساوند عشان ناخد بكلامه، لان الكلام اللي هيقوله هيترتب عليه مانجمنت احنا هنعمله بعد كده في العيان. اوكي تمام. ايفن ساعات سيرجيكال مانجمنت، وبالتالي لازم يبقى الترا ساوند كويس. احنا طبعا بنشوف هاو تو مانج البوستيريور ليسترال فالف او الفيزايكيوريتوريك ريفلكس سيمبل كده. طبعا الحاله دي كانت في ميل، لا يمكن تطلع بوستيريور ليسترال فالف، كلنا عارفين بوستيريور ليسترال ده في الميل، لكن احنا بنتكلم از جنرال ازاي تو مانج البوستيريور ليسترال فالف او مين اللي هو الفيزايكيوريتوريك ريفلكس. البوستيريور ليسترال فالف از سون از بوسيبل، يعني انت اول ما الطفل بيتولد انت ممكن تركب مين جاست تو باي باس الاوبستراكشن بكاسيتر، وبعد كده بتشوف اللي هو البيدياتيكولوجيست وغالبا بيحددوا الميعاد بدري وبيعملوا له منظار صغير بيجي على اللي هو الفالف ده وبيقطعه 3 عند الساعه 12 والساعه 5 والساعه 7، بيعملوا 3 ليفلت كده وبيشيلوا كده عشان ما يسيبش منه ريمينانس، ومع ذلك بيتساب منه ريمينانس في ناس كتير، لكن الجود هاند ما بتسيبش وراها ريمينانس في البوستيريور ليسترال فالف. للأسف حتى بعد العمليات بتاعة البوستيريور ليسترال فالف بيحصل برضو للأسف كيدني ديسيز، لكن على اللونج ران والفولو اب بتاع العيان ده لازم يكون كويس معانا. البوستيريور الفيزايكولوتوريك ريفلكس كل الناس فاكرة ان انت عالج على طول سيرجيكال اطلاقا، ده احنا عندنا كلاسز او جريد من اول جريد واحد لغاية جريد خمسة، جريد واحد واثنين وثلاثة and some cases of grade four
ممكن يتعالجوا conservatively just by الكيمو بريفلكسز او الانتيبيوتيك بريفلكسز. واللي انت بتحتاج فيه اللي هو يوريتريك ري امبلانتيشن، ده غالبا some cases of grade 4 and grade 5 of zygoreteric reflux. دي صور بس عشان يبقى الناس واخدين بالهم، ده النورمال في سي يو جي، ده اليوريسرا النورمال يوريسرا، وده البلادر تحتيها، ده البوستيريو اليوريسرا الفالف، وحضرتك ده اليوريسرا اهو لغايه هنا، ده اليوريسرا الحته دي اللي هي البوستيريو اليوريسرا زي ما انتم حضراتكم شايفين دايليتد واضحه، واللي هو الناس تاني اوكي سوري شايفين كده اهو في الشاشه اصلا السهم باين، السهم ده باين كده بيتحرك، الشاشه طافيه عندهم، الشاشه طافيه خالص. طب حد من الاي تي بس يشوف المشكله. طيب اوكي، فاحنا هنا يا جماعه ايه ده اللي هو البوستيريو لوسترال فالف، حتى مش شغاله هنا على لا شغال مش باين، مش معنى كان شغال. اوكي لا دي موجوده اصلا، لا مش شغال على الشاشه. طيب لا 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 طب اوكي خلاص، يبقى احنا بس عشان التايم بس احنا ده كده البوستيريو ريسرا الفالف، هنا الدايليتد بوستيريو ريسرا زي ما هي واضحه، وده واضح اللي هو الفيزايكروتيريك ريفلكس من تحت لفوق الصبغه طالعه هنا، وده يوريتروسيل اللي هو الحته اللي هي ما فيهاش صبغه اللي تحت دي، واللي تحت ده اللي هو الترابيكيوليتد بلادر، اي حاجه عامله يورينري تراكت اوبستراكشن يورينري بلادر اوبستراكشن. اوكي ده الهوم مسج بتاعتنا من الكيس الاولانيه، دونت مس UTI اللي هي البايرونفرايتس اللي بتبقى موجوده as a cause of fever and faltering growth in infancy. اوعى يعني تهمل ان انت تدور على يورينري تراكت انفيكشن في حاله زي كده، واي طفل عنده UTI تحت سن سنه سبيشالي كمان لو ريكرنت تاخد بالك تعمل rapid referral to the pediatric nephrologist او urologist لو انت يعني مش عارف تروح فين يعني to be investigated عشان to exclude the zygoreteric reflux and other obstructive urobases. وبنعمل investigation اللي احنا قلنا عليها ultrasound VCUG MRU and DIMS scan. اوكي second case دكتور ماهر هيتفضل. شكرا دكتور هاني. دكتور ماهر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. انا هستاذنكم اكمل الحاله بتاعت الدكتور هاني. الحقيقه انا عايز اوصل بس معلومتين في الاول كده. المعلومه الاولانيه ان اي طفل يجي لك اقل من سنه عنده فيفر وزاوت لوكاليزيشن، يعني فيفر ما انتش لاقي لها سبب، انت ممكن تقول للاهل ده زوره عشان تخلص، لكن المهم انت من جواك هو فعلا عنده سبب للفيفر انت شايفها ولا لا. اي طفل اقل من سنه عنده فيفر مش لاقي لها سبب لازم تعمل على الاقل يورين اناليسيس. اظن اليورين اناليسيس مش حاجه مكلفه ولا هتعمل حاجه، لان الحالات دي كلها بتبقى مست. لو طبعا عندك الترا ساوند في العياده وتقدر تعمل حتى سكرينينج وتبص على الكيدنيز يبقى كويس جدا كمان. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اتسالت مره سؤال، واحد قال لك طب افرض ان الولد ده بايلونفرايتس فعلا، وانا اصلا قلت لهم ده سور سرود واديته انتيبيوتيك، مش كده كده هيخف؟ هو نفس الانتيبيوتيكس اللي بنديها هنا بنديها هنا. المشكله مش في نرجع له تاني، بس لازم تبقوا عارفين ان البايلونفرايتس عامله بالظبط زي اللوبر نمونيا، بتاخد سيكتور من الكيدني وتعمل فيها سكارينج، وان كانت اللوبر نمونيا بيحصل لها كومبليت ريزوليوشن، لكن البايلونفرايتس بتسيب سكار. فكل مره الولد هيجي له اتاك من البايلونفرايتس بيفقد سيكتور او سيجمنت من الكيدني، كل مره بيفقد سيجمنت، وتلاقي الولد على سن سنتين ثلاثه عنده رينال فيلير، ونقول يا ترى جاله رينال فيلير من ايه، وهو اصلا كان ريكيرنت بايلونفرايتس واحنا مش داريانين. فالموضوع خطير ومهم وحله بسيط، جاست اي طفل اقل من سنه سخن ومش لاقي له سبب للفيفر اتليست يورين اناليسز، ولو عندك الترا ساوند بص عليه. النقطه بقى اللي دايما بتعمل لنا مشكله، طيب نفترض ان انا عملت للولد ده مزرعه، طبعا المزرعه بتاخد 3 ايام، فخلال ال 3 ايام دول انا بدي امبريك انتيبيوتيك صح؟ طيب بعد الثلاث ايام قدامي حاجه من اتنين، يا اما العين بتاعي اتحسن على الامبريك انتيبيوتيك، يا اما ما اتحسنش. لو كان اتحسن على الامبريك انتيبيوتيك بليز ما تغيروش حتى لو ما طلعش في المزرعه، طالما العين اتحسن قدامي وجنرالي احسن والبصل بدات تقل والجنرال كونديشن اتحسنت، لو سمحت كمل على نفس العلاج حتى لو طالع ريزيستنت في المزرعه.
حتى لو طالع ريزيست طالما العين بتاعي اتحسن جنرالي قدامي والباص بيقل والجنرال كونديشن بتحسن، لان احنا غالبا في الحالات دي بندي كومبايند انتيبيوتيك مش بندي سنجل، والكالشرز معظمها بتقيس حاجات سنجل، فربما الكومباينيشن يكون جايب نتيجه معايا كويسه والعين كويس. هيقابلني بقى مشكله لو انا بقى العين ما بتحسنش والمزرعه طلعت نتائج زي ما احنا شايفين كده، من اللي قدامكم دول تختاروا ايه لنفس الطفل ده؟ كوترايمكزازول، ها، نيتروفرنتوين، نيتروفرنتوين، حد له راي تاني؟ طبعا ده this is a trick توقعنا كلنا. اولا الكلاريسرومايسين والازيثرومايسين ما بينزلوش في اليورين، فلو حط طالعين في المزرعه اوعى تكتبهم لحاله يو تي اي، دي ستيب 1، لان هو بيقيس ان فيترو وحضرتك شغال ان فيفو، فاذا كان الانتيبيوتيك ما بتنزلش في اليورين هتجيب نتيجه ازاي؟ يبقى دي ستيب 1. ستيب 2، ما ينفعش تعالج بايونيفرايتس بالبكتيريوستاتيك تريتمنت، لا النيتروفرنتون هينفع ولا السلفاميكسازول هينفع، لان ده بكتيريوستاتيك، هينفع للبروفلاكسز لو انا عايز ادي بروفلاكسز، لكن انا عندي عيان عنده بايونيفرايتس ما ينفعش اقول انا هعالجه بنيتروفرنتون. الحاجه الثانيه لازم تعرفها ان حتى النيتروفرنتون فيري شورت اكتنج، ما هواش دواء هيغطي لك ال 24 ساعه. في الحاله دي لو ما عنديش الا دول انا هدي الفلوكساسيل او هدي المجموعه اللي احنا بنخاف منها اللي هو السيبروفلوكساسين، ما تخافش منها، لو طلعت هي الوحيده اللي قدامي ما فيش غيرها هكتبها، ما فيش اي مشكله خالص معايا. طب دكتور ماهر، لو كان في لو كان طلع هنا جنتامايسين اديه؟ هديه تمام. ما نخافش منه يعني؟ هعمل طبعا ما نخافش منه، ولا الاميكاسين اخاف منه. لو الكيدني فانكشن كويسه هديه بالدوز العاديه، لو الكيدني فانكشن افكت هعمل له ريدكشن للدوز او هوسع المسافه، بدل ما ادي كل 12 ساعه ممكن ادي سنجل دوز. معايا الفكره اللي انا عايز اوصلها لكم؟ ان العيان بتاعي لو اتحسن على الامبريك ثيرابي كمل عليه ما تغيرش. نعم طبعا بنعمل فولو اب كلينيكال واليورين. لو العيان ما اتحسنش معايا على الامبريك ثيرابي بتاعي يبقى انا هبص على المزرعه بتاعتي وهغير على حسب المزرعه، وهيكون قلبي جامد، مش هدي حاجات ما بتنزلش في اليورين ومش هدي حاجات جاست بكتيريوستاتيك. دي المسج اللي عايز اوصلها لكم. ده كلام حضرتك علشان بس ناكد على البايلو نيفرايتس صح؟ أيوة. مش على السيستايتس. اوكي احنا بنتكلم على الحاله بتاعتنا which was بايلو نيفرايتس. سيستايتس ليه كلام مختلف شويه في الشويس اوف انتيبيوتيك. في سؤال صغير دكتور ماهر، بس هو ايه؟ يعني الطفل ده اوكي، هو الطفل ده سنه 5 شهور واحنا هنعمل له يورين كلتشر، هو هياخد العينه ازاي وهي في ميل صح؟ دي هتقابلوها كتير، هناخدها ازاي؟ هنجيب كيس جمع البول بالستيكر ده ونلزقه والكلام ده ينفع؟ طب هنعمل ايه العيان ده؟ حتى لو انت لو العيان مش ادميتد وبره لازم ملهاش حل، لازم هتاخد العينه من اليورينري بلادر، ملهاش حل، والا يبقى في كونتامينيشن. فحاجه من اتنين، يا اما يورينري كاس او سوبرا بيوبيك ايه بانكتشر، ملهاش حل. لكن هناخد الحاجات التانية ونقعد بقى نطلع فيها يمين وشمال، دي هتبقى صعب. ابعتوا اي مستشفى يركب البتاع ياخد العينه وخلاص، شوف القصه معاك ايه، بس يبقى في مانيفيستيشن يعني سترونج سسبيشن اوف بايلونيفرايتس او يونيتراكت ايه انفكشن. كان في سؤال هنا اتفضلي. سوبرا بيوبيك مالها؟ لاي عمر؟ لا لا، السوبرا بيوبيك اللي هو اقل من سنه، اللي هي بيكون فيها البلادر از ستيل ابدومينال، لكن لو الطفل اكتر من سنه بتبقى البلادر بتنزل بلفيك ويبقى صعب جدا انك تاخد سوبرا بيوبيك. اتفضل اتفضل. بعدين الدكتور ايهاب والدكتور هاني والدكتور ماهر، يعني تمام تمام. لازم حضرتك يتابع مع نيفرولوجيست. اوكي يعني حضرتك هتوجهيه انه يتابع مع نيفرولوجيست، هيشوف الالترا ساوند بتاعه. النيفرولوجيست كمان ممكن يستعين ببيدياتريك يورولوجي او بيدياتريك سيرجري لو الامر استدعى ان احنا يبقى فيه انترفنشن. لكن حضرتك الخدمه اللي تعمليها للعيان انك تشخصيه انه عنده هيدرونيفروز، سواء كان موجود انتي نيتالي او حضرتك اكتشفتيه بالصدفه بعد الولاده. اوكي
الخدمه اللي تعمليها حضرتك توجهيه للفولو اب بتاعه، لان طبعا دي برزنتيشن تاني وكيس تانية خالص ان احنا نتكلم وات انتي نيتال هيدرونيفروزس اند هاو تو مانج. اوكي نعم السؤال ايه؟ نعمل اي في بي ولا لا؟ الانديكيشنز اوف اي في بي تمام؟ ده بقى اوبسليت خلاص. خلاص؟ بالنسبه للاطفال عندنا بقى اوبسليت. تعمل حضرتك اعمل ام ار يو لو مفيش يعني ريفير يا فندم. ريفير لحته عندها. كلنا عندنا حاجات موجوده وحاجات مش موجوده، اللي عندي اقدر اعمله بعمله، اللي ما اقدرش اعمله ابعته يعمله. طيب بعد اذنك دكتور ايهاب. نعم. هو بس فيه يعني تعليق صغير زي ما قال الدكتور ماهر، ان بالنسبه للاطفال ما تحت السنه طبعا المفروض عشان ناخد يورين سامبل باخد اما باك كاتستر او سوبرابيك اسبيريشن. هو في نايس جايد لاينز عامله تقسيمه كويسه تقول لك هل الطفل تويلت تريند اور نوت تويلت تريند ريجارد ليز ذا ايج. انا ممكن عندي طفل عنده سنتين ثلاثه اربعه وعنده مثلا ايه نورجيك سيكولي تويل تريند على طول هناخد ميد ستريم كاتش تويل تريند ميد ستريم تمام وده ما بيبقاش no, مشكله نو كويشن تمام نوت تويل تريند هو ده بقى اللي فيه كده يا اما كاسيتر يا اما سوبر بيبك اسبيري تمام شكرا يا بيه ريجارد ليز ذا ايج شكرا نعم لا ده برضو قصه ثانيه احنا بنتكلم على الكيس بتاعت اوكي الحقيقه الحاله دي للاسف كانت ابن طبيب دكتور زميلنا يعني عمره 11 سنه الولد ده لحد سن 11 سنه زي الفل مفيش اي مشكله ولد رياضي وبيلعب كوره في احد النوادي ومفيش اي مشكله خالص جروس زي الفل مفيش اي مشكله خالص عند سن 11 سنه ده من حوالي تقريبا 3 4 شهور كده جاله فيفر ومفيش اي ميديكال هيستوري قبل كده او في اي كرونيك إلنس طبعا كانت مامته سخنه قبلها بشويه والكوفيد بقى زي ما انتم عارفين فقالوا ايه احتمال يكون كوفيد فعزلوه شويه كده وبعدين لقوا الولد بيجي له سيفير لوين بين وبيحصل له دريبلينج اوف يورين فقالوا طيب ما نعمل كده يورين اناليسيس فعمل يورين اناليسيس طلع الباص اوفر 100 طبعا اوفر 100 في ولد زي ده عمره ما اشتكى بحاجه خالص نهائي فطبعا بدا انتيبيوتيك اكزاكتلي طبعا بدا انتيبيوتيك وطبعا اتصلوا بينا فقلنا لهم طب معلش هنعمل الترا ساوند فعملوا الترا ساوند طلع بايلاترال ماركت هيدرونفروزس حاجه يعني زي ما بيقولوا كده صدمه يعني ودايليتد بوسيريتورز داون تو ذا لوور اند اوف ذا يوريتر وماركت ثيكنينج في اليورينر بلادر طبعا في المرحله دي خد طبعا كومبايند انتيبيوتيك لحد ما الفيفر راحت تحسنت جنرال كونديشن اتحسنت والبص اللي بدات تنزل وبعدين قلنا لازم نعمل في سي يو جي عمل الفي سي يو جي افتر كنترول اوف انفكشن فالفي سي يو جي ما طلعش فيها حاجه مجرد بس ان في ترابيكوليشن في البلادر لكن ما فيش ريفلكس قلنا لازم نعمل ايمجينج طالما من تحت الامور مش بتطلعش لفوق يبقى لازم في مشكله من فوق صح احنا بنحقن في الفي سي جي الضاي في البلادر بعدين البلادر لما تيجي كونتراكت مفيش ريفلكس يبقى اذا في مشكله من فوق فعملنا ام ار يو فالام ار يو طلعت مايد مودريت تو ماركت رايت هايدرو نفروزس ودوبليكيشن في الرايت رينال بلفس وعلى الليفت سايد ماركت برضو دايليتيشن وبرضو في ثيكنينج في البلادر وول حتى بعد ما الانفكشن كان كنترولد السؤال هنا ازاي ده ممكن يحصل ويبقى سايلنت لمده 11 سنه وطفل كومبليتلي نورمال ويا ترى نعمل ايه بعد كده حد له راي في حاجه عايز يقول حاجه هل ده ممكن يكون كونجينيتال والولد ده مولود كده فطبعا الناس هتقول لك بدليل ان في ناحيه فيها دوبليكيشن في الولد عنده اهي حاجه كونجينيتال اهي فربما الموضوع يكون كونجينيتال بس هل معقول يبقى عنده كل ده وماركت دايليتيشن ويبقى كونجينيتال هل الانفكشن ممكن يعمل كده من غير ما يعمل ريفلكس طب الحل ايه وات ذا نيكست ستيب وما جالوش انفكشنز قبل كده ليه ما انا ما اعرفش
لا ما حصلش. اشتكاش. خد خدنا الهيستوري، خدنا الهيستوري ان ديتيلز، مفيش اي حاجه. ولا عمر الولد ده كان عنده مشكله، ولا مشكله ريكرنت، ولا اي حاجه. خالص. لو كان عنده كنا قلنا، مش هنخبي عليكم. او كان الانفستيجيشن طلعتها. طيب نكمل. هو كان عمل سونار قبل كده؟ لا خالص. لا ما عملش، ما اشتكاش من حاجه. و... يعني انا لا انا ما فيش. لا زي الفل، ما كانش في اي مشكله. طب نكمل. طبعا لما الماركت هيدرو نفروس بايلاترال لازم هنعرضه على بتوع مين؟ اليورولوجي، مش كده؟ فعرضنا على بتوع اليورولوجي، قالوا لازم الولد ده يتعمل له ري امبلانتيشن لليوريتر، لان الولد ده كده الكدني بتاعته هتروح. طبعا هو عمل ديمسا سكان او دي تي بي اي يعني سكاننج، فطلع فيه ناحيه الوظائف بتاعتها تقريبا حوالي 80%، والناحيه الثانيه بدات تتاثر حوالي 60%. يعني بدا الكدني فانكشن تبقى امبيرد او تبدا تتاثر، اتحسنت شويه بعد ما الانفكشن كنترول، لكن ده كان احد الاراء ان هو يتعمل له ري امبلانتيشن. لكن ازاي هعمل له ري امبلانتيشن وانا كل مره بعمل له بعد ما عملت حتى كنترول للانفكشن البلادر وول ستيل سيك، في سيكنينج في الوول. يعني البلادر از نوت نورمال، هاو ار جوينج تو ري امبلانت ذا يوريتر ان ان اب نورمال بلادر؟ مشكله لما يجي يعمل ري امبلانتيشن لليوريتر. حد عايز يقول حاجه؟ اتفضل. في البلادر اوتليت في اوبستراكشن. طب وازاي يبقى في اوبستراكشن في البلادر اوتليت وما فيش ريفلكس؟ طبعا احنا الكلام ده له اجابات كتير. يعني انت ممكن تقول لي اصلا ان الفي سي يو جي مش معنى ان هو نيجاتيف ان ما فيش ريفلكس، ممكن يبقى في ريفلكس ويطلع نيجاتيف برده معايا. لكن الفي سي الام ار يو كمان بيقول ان اللور اند اوف ذا يوريتر از نارو. لا ما عندوش سباينا بيفيدا ازاي وهو ما عندوش لا انكونتيننس ولا عنده اي حاجه؟ الراجل بيلعب كوره، ده في احد الفرق المهمه يعني. يعني كانوا مخططين يروحوا ليفربول. أيوة. يعني المهم في راي هنا في الانفستيجيشن في المانجمنت، الدكتور عاوز تعمل نفروستو. المهم ان انت عايزه تخش سيرجيكال يعني ايا كان يعني. اوكي بالظبط كده. أيوة. المهم هو ده السؤال. اتفقنا في الاخر ان الولد ده يعمل يورو دايناميك ستادي عشان نشوف البلادر فانكشن اخبارها ايه. فعمل يورو دايناميك ستادي وكان الريبورت، طبعا ما جبتلكوش الرسومات، الريبورت على طول. الريبورت بيقول ان الولد ده عنده حاجه اسمها ديتروسر سفنكتر ديسينرجيا تايب 1 مع ايرلي هايبو كومبلاينس. ده معناها ايه ببساطه؟ معناها ان البلادر بتاعته لما بتيجي تكونتراكت السفنكتر كمان بتكونتراكت، مع ان العادي المفروض لما البلادر تكونتراكت السفنكتر تريلاكس. لا ده بيحصل العكس، البلادر لما بتيجي تكونتراكت السفنكتر كمان بتكونتراكت، فيقعدوا الاثنين اصاب بعض. وطبعا البلادر لما بتبقى ثيك وقويه وبتعمل كونتراكشن جامد ممكن تقفل لك اللور اند يوريتر وما يبقاش في ريفلكس ولا حاجه، ويبقى في اوبستراكشن برده فوق. والثيك وول بلادر اللي قد كده بسبب هذا الكونتراكشن الرهيب اللي اجينست الديتروسر مصر رهيبه، هي كمان بتكونتراكت اصاب بعضيها. ايه اللي يخلي البلادر تكونتراكت والسفنكتر تكونتراكت في وقت واحد؟ حاجه طبعا للاسف بقت كومون اليومين دول، ما كناش بنشوفها الا قليل جدا زمان، دلوقتي الحالات دي بنشوفها كتير جدا. حاجه اسمها هينمان سندروم، او حاجه اسمها نيوروجينيك نون نيوروجينيك نيوروجينيك بلادر. النون نيوروجينيك نيوروجينيك بلادر معناها ان الاكسترنال سفنكتر بتاعتي مش عارفه تريلاكس لما تيجي الديتروسر ماستر تكونتراكت. لما يجي البلادر يقول يكونتراكت الديتروسر هي كمان اللي بتاع السفنكتر كمان تكونتراكت. طب ليه قلنا عليها نون نيوروجينيك نيوروجينيك؟ علشان مفيش نيورولوجيك بروبلم. yes. واخدين بالكم؟ yes. بس بتبيهيف زي ما يكون حالات اللي فيها نيوروجينيك بروبلم. yes. فعشان كده اتسمت نون نيوروجينيك نيوروجينيك بلادر. yes. okay. the bladder is behaving like neurogenic bladder without any neurologic cause. طبعا النون نيوروجينيك نيوروجينيك بلادر زي ما انتم شايفين بلادر بتكونتراكت والسفنكتر بتكونتراكت، والتشخيص الاساسي بتاعها عن طريق اليوروديناميك. وطبعا انت لازم تعمل بقى ايه هنا السيرجيكال تريتمنت هيضيع البيشنت. اي سيرجيكال تريتمنت هتتدخل هنا البيشنت ويل ديتيريوريت، لان زي ما زالت المشكله قائمه، واي حاجه هتعملها العين هيديتيريوريت منك وهيخش في فيشل سيرجي. الافضل ان هو ياخد الادويه دي. يعني دكتور ماهر احنا عاوزين ناكد ذيس از ا فانكشنال بروبلم نوت ان اناتوميكال بروبلم.
السيرجري بيتدخل لما في اناتوميكال بروبلم، لكن دي فانكشنال بروبلم، فلازم العلاج ان انا اغير في الفانكشن دي بايه؟ باستخدام الادويه. لما بدانا بقى ايه، لما التشخيص ده بدا يظهر معانا، بدانا نرجع للعيان ريتروجريد، فلقينا الولد ده عنده مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هو اولا ستريسفول جدا، يعني لو عنده ماتش كوره حتى تلاقيه طول النهار قاعد متعصب وقاعد متنشن ومظبط، يعني حتى لو في امتحان بقى اصعب من كده كمان. مش بس كده، لما بيقعد بقى على موبايل او بيقعد على حاجه مش عايز يروح الحمام خالص، اللعب واخده ويقعد يكونتراكت مع نفسه، وكان بيحصل له دريبلينج نتيجه للمسكه اللي بيمسكها لنفسه دي ما كانش بيقول، وطبعا سنه كبير فما حدش بيسال عليه، والدنيا عدت لحد ما دخل في المشكله الكبيره اللي احنا شايفينها دي. طبعا ده محتاج ان الولد يبقى فيه بيهيفيرال مانجمنت وياخد انتي كولينرجيك ريلاكس الول كده بتاع البلادر، وممكن يدي الفا كمان بلوكر بحيث ان هي السفنكتر برضو تريح معايا. لكن البيهيفيرال تريتمنت مهم جدا، وفي ناس بتحقن بتولينيوم توكسين كمان في الايه، في السفنكتر، بحيث ان هي تعمل لها ريلاكسيشن. في حالات على فكره ممكن تخش في انديستيجرينال ديسيز من هذه البروبلم، وهذه البروبلم ما هي سهله خالص، وللاسف بقينا بنشوفها كتير الفتره الاخيره، ما كناش بنشوفها زمان. للاسف ما اثرتش على اي حاجه ما بانش لحد دلوقتي، الله اعلم. يا ريت كانت بنت حاجه تانية زي ما احنا شايفين. طبعا مع المودرنايزيشن لا سن انومالي اسوشيتد انومالي بس ملوش علاقه، والاطفال اللي بيقعدوا على الموبايلات والحاجات بقى ال النظارات بقى اللي بتخليه يعيش حياه وهميه فيرتشوال رياليتي، ما بقاش عايز يسيب الحاجات دي وعايز تنيه قاعد، فيقعد يكونتراكت ويقعد ايه ينهبت. اوكي هنفتح الاسئله حالا. لا المشكله دي مش ايرلي ان ايج بمعنى انها كونجينيتال، ممكن مثلا من سنتين، ممكن من ثلاث سنين. ما انا قلت لك لما خدنا بقى هيستوري ريتروجريد طلع ان كان بيحصل له بس ما كانش بيقول، ما كانش حد عارف. يبقى كده يا جماعه المسج مهمه قوي لو سمحت، البلادر امتينج لازم يبقى ريجولر تحت اي ظرف. فكره ان انا انزل من البيت واقعد لحد ما ارجع تاني من المدرسه ما دخلتش الحمام خالص، وكمان بقى الافظع ما بيشربش علشان ما يضطرش يخش الحمام، واخدين بالكم؟ فبقت دي هايدريشن، وبقت كمان ريتينشن اوف يورين، وبريشر عالي وماسك نفسه بالعافيه، مشاكل كتيره جدا. اوكي كونسنتريتد يورين، كريستالوريا، ستون فورميشن، كل القصص دي لسبب ان هو مش عاوز يخش حمام او قالوا له ما تخشش الحمام في المدرسه، واخدين بالكم؟ فالكلام ده مهم جدا وعاوزين نوصل هذه المسج. في سؤال؟ طبعا الحمام احسن من غسيل الكلى. لا 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 مش لدرجه ان انا هقلبه الناحيه الثانيه يعني. حضرتك تفسير ايه البايلاترال هيدروليتر؟ ان البلادر وول بريشر، بريشر يا دكتور، متخيل كده المص اللي هي قويه دي بتقفل اللور انديوريتر، هاي بريشر بلادر، هاي بريشر بلادر موجود في البلادر. يس ايوه اليوريتر مش قادر يفضي قصاده بريشر. على فكره النصايح دي لكم في وحتى في اولادنا، يعني اولادنا ما ينفعش ان الاولاد يقعدوا على الموبايلات والحاجات دي لفترات طويله واحنا مش واخدين بالنا منهم. في حاجه كمان مهمه جدا، قعده الولد في الحمام، طول ما القعدة بتاعته في الحمام متعبة ما بقاش عايز يروح، يعني القعدة القعدة متشعلقة دي كده غالبا بتبقى كارهة أصلا تدخل الحمام، في حين أنك لو عملت لها حاجة بس كده بحيث الـ 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 النيز بتاعته تبقى أعلى لفوق شوية بحيث يبقى قاعد مستريح، بحيث أنه حتى دخلته للحمام يبقى داخل مستريح ويقدر يعمل كومبليت إمتينج، ما تبقاش القعدة بتاعته متعبة بالنسبة للطفل وقاعد متشعلق وخايف يقع، بيبقى اصلا كاره انه يدخل يعمل يورينيشن. دكتور ماهر حضرتك اثرت نقطه هنا مهمه قوي، ما ننساش البلادر باول ديسفانكشن كونستيبيشن، ده خطر جدا للبلادر واليورينري سيستم قبل ما يكون كمان للجي اي تي. ات شود بي بريفنتد اند اف اوكرز ات شود بي تريتد برومبتلي. اوكي وبس ليا سؤال برضو للدكتور ماهر بعد اذنك، اللي هو ايه يعني الطفل ده كان عنده في ناحيه فيها دوبليكيتد كاليسيال سيستم ويوريتر، وهل ممكن الدوبليكيتد سيستم يقعد 11 سنه بغض النظر الطفل ده كان عنده ديتروزر ديستينالجيا نوت مانيفيستد باي حاجه ولا لا؟ هو طبعا الدوبليكيشن اوف سيستم والهورس شو كيدني والحاجات دي كلها ممكن تبقى اي سيمتوماتيك وديسكفر اكسيدنتلي معايا خالص، ممكن يبقاش طالما ما معهاش
هيدرونفروزس ما بتعملش اي حاجه. ممكن واحد يتولد دوبليكيتد عادي خالص ويعيش حياته طبيعي ما فيش اي مشكله. ما يحصلش مشكله الا اذا كانت كومبليكيتد في مثلا معاها بقى تورشوس يوريتر او مثلا اوبستراكشن اند سو اون. لكن في ناس كتير عايشه عندها دوبليكيشن اوف ذا رينال سيستم ويزاوت اني بروبلم. يعني دكتور هاني، دكتور وائل بلغني ان احنا متاخد منا الربع ساعه اللي ضاعت دي، فهنجري شويه. طيب، 5-year-old boy developed diarrhea which turned bloody. The bloody diarrhea was associated with crampy abdominal pain and vomiting. When the vomiting started, the patient was taken to the local emergency department where he was given IV fluids and prescribed antidiarrheal drugs. One day later, the patient returned to the ER because he locked the bail, became somnolent, and had not urinated for 24 hours. On physical examination, the patient can lethargic, pale, temperature 38, heart rate 100, respiratory rate 24, blood pressure 130/85, and the chest was clear. There was mild periorbital edema, while abdominal examination was unremarkable. The very common scenario بنشوفه. رأي حضرتك دكتور إيهاب؟ يعني حد انهم يعملوا كومنت، يعني نقول ايه في العيان ده؟ واحد ما جابش بول بقاله 24 ساعه، لازم استبعد اول ان يكون فيه ديهايدريشن. تمام، عملت اكسبيريشن للبلادر ما حسيتش ان فيه بلادر محسوسه خالص، فكرت اتاثر العيان، اثرته ما جابش بول. كويس، ها ده يبقى ايه؟ لا عاوز ترم، يبقى ايه؟ اي كي اي AKI acute kidney injury. حد مختلف على كده؟ خلاص AKI سببه هو ده اللي احنا عاوزين ندور عليه بالظبط كده. واخدين بالكو؟ واحد كان جايب دايريا وفوميتنج ومعاه بالور، ماشي، يعني ممكن نفكر في كذا حاجة في الموضوع ده. هو مش قادر احكم على اليورين الحقيقة اذا كان الكالر اوف يورين كان ريدش ولا لا، لان هو بيجيبش بول اساسا، لكن تحليل البول او شكل البول في الحالات اللي زي كده مهم، صح؟ طيب سنه قد ايه؟ 5 سنين. خلاص، ايه اللي يعمل اي كي اي في سن 5 سنين اكيوت بالمنظر ده؟ ممكن نحط ديفرنشال دايجنوزس، نسمعه من حضراتكم الجروب اللي هناك اللي احنا مش عارفين نقرب له. ايوه دكتور قال اتش يو اس. حاجه ثاني؟ دراجز ما خدش حاجه، ماشي اوكي، ما خدش حاجه، ما قالوا اتش او اس، خلاص دي هايدريشن بالظبط، دي هايدريشن. اوكي، ثلاثه بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس، ماشي. ممكن كان عنده قبل كده انفكشن تاني، المره مش هو ده اللي مش ريليتد لده، ريليتد لانفكشن قبليه، صح؟ او رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، مش دي كلها احتمالات ممكن تحصل في عيان زي كده؟ دكتور هاني هيقول لنا بعد ما انتوا هتقولوا لنا الاول وات ار ذا ريد فلاجز ان ذيس بوي. واحد دايريا، بلادي دايريا. اتنين انوريا. تلاتة هايبرتنشن. تمام دكتور حسين، ايه هايبرتنشن؟ بالور. اوكي، اكيوت اونست اوف بالور، صح؟ وفي بريو تي بي ال او بريوربيتال اديما، مظبوط. دي كلها ريد فلاجز، العيان ده ما يروحش، العيان ده يفضل تحت الملاحظه عندي، اركب له قسطره ولا ما اركبش؟ اي عيان اتريسك، مش حتى عنده اتريسك ان يجي له اي كي اي، شود بي مونيتورد بقسطره اليورين اوتبوت ساعه بساعه. تمام، خلاص ما فيهاش كلام. دي بحساب اليورين اوتبوت لوحده كده، واحد انوريك بقاله 24 ساعه ما جابش ولا نقطه بول ومش اوبستراكتد، ده اي كي اي، مش كده؟ ستيج كام؟ انوريا لمده 24 ساعه ستيج كام؟ 3. خلاص ده قفل معايا، ده كده قفل معايا. خلاص انا ما عملتش كرياتين، خدوا بالكم انا عندي 2 كرايتيريا فور اي كي اي، كرياتين ويورين اوتبوت. انا باليورين اوتبوت لوحده كده دخل معايا 3، لسه ما جبناش سيره الكرياتين، هنشوف بقى. تمام، يبقى احنا كده يا جماعه ايه الريد فلاجز زي ما انتوا قلتوا كده، ده بلادي دايريا، وبعدين في بالور،
وفي عندنا هايبرتنشن وفي انوريا. دول الريد فلاكس اللي موجودين في الطفل ده لازم اخد بالي منه. مش بلادي دياريه واسيب الطفل اديله اقول تعالى لي بعد اسبوع ولا تعالى لي بعد، ممكن الام ما تجيش. فخدوا بالكم من البلادي دياريه في غايه الاهميه، خصوصا في السن اللي هو الفيرست 5 ييرز اوف لايف. طبعا ده خلاص الريد فلاكس. احنا قلنا ايه البوسيبل دياجنوز، دكتور هاب بيعمل ديسكشن ليها. احنا ده تحط في دماغك اللي هو dehydration اوكي، الاتش يو اس الهيموليتيك انيميك سندروم اوكي، نيفروتوكسيك دراج اوكي، ممكن لو برولونجد بريلينال وممكن يعمل اي تي ان اللي هو الاكيوت تيوبولار نيكروزيز واتيفر. في 100 سبب. او البوست انفيكشوس جلوميرولونفرايتس لو كان في باست هيستوري ومتداخل مع القصه، الله اعلم ما حدش يعرف القصه ايه. تمام. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي هنطلبها للطفل ده؟ يعني الطفل ده هنطلب له انفستيجيشنز ايه؟ واحد بيل وما بيجيبش بول، حد يقول يا جماعه له ايه؟ يعني سي بي سي اوكي، ايوه، كيدني فانكشن تمام، بلاد جيزز ماشي، والكترولايتس تمام، الكترولايتس اوكي. انتوا هنا كان نفسي اطلب له تحليل بول بصراحه، بس ما فيش، بس ما فيش يورين، بس ده اساس. هنا التارجتنج الاتش يو اس صح، كلكم تارجتنج الاتش يو اس. انا عايزين بقى الانفستيجيشنز نطلبها في الاتش يو اس. انتوا قلتوا مين؟ السي بي سي، وايه تاني؟ بلاد فيلم عشان اشوف فيها فراجمنتد ار بي سيز، ودي في غايه الاهميه معانا. وبنعمل كمان معاها حاجه اسمها ال دي اتش اللي هو انديكيتور فور هيموليتكس. عملنا والبيليروبين مش كده؟ اوكي، عملنا الانفستيجيشنز، واضح ان في انيميا وفي ليكوسايتوزيز، بليتليت 85000، في ثرومبوسايتوبينيا، البلاد فيلم فيها فراجمنتد ار بي سيز، الكريات كان 2.5. خلاص يبقى احنا كده احنا قلنا الاي كيو اي حاجه من اتنين، يا او الاثنين مع بعض اللي هو ديكريز يورين اوت بوت او اليفيتد سيرام كريات. واحنا الدكتور ايه بوضح ان احنا وصلنا لمرحله 3. الحاجات الباقيه كلها موجوده. وطبعا عملنا راندوم بلاد شوجر، كان ده برده ما هوش سيجنيفيكانت بالنسبه لنا، لكن في الاخر عندنا ان احنا ال دي اتش برده كان سن عالي، السي 3 كان نورمال. طب هو احنا هنا ليه طلبنا سي 3؟ عشان دكتور ايهاب برضو علق وقال ان ممكن تكون بوست انفكشوس جلوميرولونفرايتس، حطها ان مايند. طبعا في حاجه مش على مستوانا مش هنتكلم فيها النهارده اللي هي الاتيبيكال اتش يو اس، ودي بعيده عن القصه بتاعتنا، او انها سكندري اتش يو اس لحاجه ثانيه غير الدياريه زي السيستميك لوبس والحاجات دي، لكن مش قصتنا النهارده. لكن احنا مينلي علشان البوست انفكشوس. ثانيه واحده، هات الانفستيجيشن كده. العين ده بي اتش بتاعه كام؟ 7.31. والبايكارب؟ بايكارب 18. okay. ياخد بايكارب؟ لا طبعا ما ياخدش. شكرا شكرا. اوكي طيب، سؤال بقى بنشوفه كتير وهسأله بقى لليكو ولماي كوليجز. Can we diagnose HUS without thrombocytopenia؟ ده السؤال اللي باين انه صعب جدا. Can we diagnose HUS without thrombocytopenia؟ هو طبعا ال HUS كلكم حضراتكم عارفين مايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا ومعها ثرومبوسايتوبينيا اند اكيوت كيدني انجري، ده التعريف. لكن ممكن نشوف حالات اتش يو اس وزاود ثرومبوسايتوبينيا، وايه التفسير بتاعها؟ لا لا مش اتيبيكال، لا لا ما اعرفش، ملهاش دعوه بكون اتيبيكال او اتيبيكال. اوكي اصل ده باثوجينيسيس المفروض انه بيحصل، مش سيمتومز. طيب هو طبعا اللي بيحصل ماركت ديكريز في البليتليت كاونت. طب لو كان العيان اصلا عنده ثرومبوسايتوزس، على فكره الاير ديفيشنسي انيميا احد اسباب الثرومبوسايتوزس، واحنا عندنا في مصر الاير ديفيشنسي انيميا ما شاء الله. فتخيل لو ولد مثلا كان الكاونت بتاعه 500000 مثلا، ونزل ال 500000 ده ل 200000، ده ماركت ديكريز. لكن انت بالنسبه لك هتشوفه 200000، هو بالنسبه له حصل ماركت ديكريز في الثرومب في البليتد كاونت، لكن بالنسبه لك انت مش هتشوف الا ان هو 200000، ما شفتش انت انه كان 500 او 600000 قبل كده. لا اتفضل. هي بس يعني كومنت سريع طبعا اللي هي في الانكمبليت فورمز بتاعه الاتش يو اس. الكلام اللي قاله طبعا الدكتور ماهر طبعا كلام يعني يفسر لي ساعات حالات ممكن البليتليت كاونت يبقى بوردر لاين، بس احنا عايزين بس ما ننساش حاجه،
لان انا يعني دايما دي بنشوفها في البراكتس وده حتى لاحظتها في الدسكشن وانس ان احنا شفنا acute kidney injury ومعها bloody diarrhea او diarrhea HUS. لو سمحتوا نفتكر الكلمة اللي قالها الدكتور هاني HUS is a microangiopathic hemolytic anemia. يبقى الكورنر ستون في الدياجنوسيس to document the presence of microangiopathic hemolytic anemia. حالات يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تدي اعراض شبه الايه شبه الاتش او اس وتعمل اكيوت كيدني انجري وبنشوف حالات زي كده كتير وانتوا اكيد بيجي لكم برضك حاجات زي كده فانا دايما شايف الفيرست دايجنوزس اتش او اس يس ات از ا بوسيبيليتي بس لازم نستاك للايه للديفينيشن مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا يعني لازم في فراجمنتد ار بي سيز وفي شيستوسايتس موجوده في البلاد فيلم دي لازم نشوفها طبعا الريتيكولوسايتوز على فكره برضك يعني هو الدكتور ماهر عارف الكلام ده طبعا الريتيكولوسايتوز ده هيموليتيك انيميا كويس لكن in some cases of HUS sometimes الريتيكولوسايتوز بتبقى بلانتد الريسبونس بالكرياتينين العالي خلاص عايز اديكم اكزامبل سريع وانا عارف الدكتور ايهاب الوقت العيان اللي حصل له هيموليسيس لاي سبب من الاسباب انترافاسكولار هيموليسيس ممكن يحصل له اكيوت كيدني انجري نتيجه الديبوزيشن بتاع الايه الهيموجلوبين في بالظبط الهيموجلوبين فده هيدينا اكيوت كيدني انجري برضك ومعاه هيموليسيس فده اللي انا عايز اوصله ان الهيموليسيس بتاع الاتش او اس مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا شكرا طبعا بالنسبه للدكتور يعني الحقيقه الدكتور ماهر والدكتور هاني الحقيقه ما شاء الله عليهم وكمان المايستر الدكتور ايهاب هو بس فيه نقطه ادم فتحنا سيره المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا في نقطه عاوز اقولها ممكن يجي لك العيان بتاع الاتش او اس متاخر شويه عنده ماركت اي كي اي وتيجي تعمل ارتكول سيت كاونت تلاقيه على الابر ليميت اوف نورمال دي نقطه براكتك خد بالكم منها مش معنى ذلك ان مفيش هيموليسيس لا فيه هيموليسيس بس هو وجدوا ان لما يحصل اي كي اي يبتدي الارتكول سيت كاونت يقل حتى لدرجه انه يوصل يبقى نورمال دي ما تخدعكش خد بالك تشوف الاي كي اي الاول ولقيت الارتكول سيت كاونت نورمال او على الابر ليميت اوف نورمال ستيل ذا بيشنت having hemolytic anemia دي نقطة مهمة جدا شكرا شكرا اوكي يبقى احنا خدنا تفسير دلوقتي ممكن يحصل عندنا HOS without thrombocytopenia actually هو حصل بس كان الكاونت بتاع البليتليت العالي بتاع الطفل ده في تفسير تاني واللي فسره لنا بتوع المعمل اللي هو ايه بقى ان الار بي سيز بتتكسر فالفراجمنتد ار بي سيز الجهاز بيعدها كانها بليتليت وبالتالي بيطلع لي نورمال بليتليت كاونت عشان كده في العيانين دول انسيست ان انت تعمل ايه مانوال كاونت اوف ذا بليتليت يبقى في تفسيرين هنا التفسير الاولاني الدكتور ماهر قاله اللي هو خصوصا في الايرن ديفيشنسي انيميا ومعها رياكتيف ثرومبو سايتوزيس وبالتالي بيوصل ممكن 500-600 ألف لما يجي يحصل المايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا البليتل برضو بتقع معاها بس بتقع لغايه وذ النورمال رينج وبالتالي ممكن تلاقي القصه دي التفسير الثاني اللي هو الفراجمنتد ار بي سيز الجهاز بيعدها على انها بليتليت وبالتالي تاخد بالنا ان احنا بنعد الكلام ده مانوال كاونت طيب هواي اوردر سي 3 احنا قلناها خلاص اتفقنا عليها في ال 24 ساعه لما العيان دخل عندنا بدا يحصل ان اليورين اوتبوت جاست اونلي 50 ملي ان 24 اورز وذ بيرزيستنت فوميتنج والسيرم كريات بدل ما كان 2.5 بقى 3.8 يبقى احنا ستيل في الاوليجوريا والكريات عمال يعلى والعيان كان فيه بري اوربيتال اديما وفي هايبر تنشن وده طبعا يعني هنشوف بقى يعني تتوقع احنا المفروض ان احنا ايه المانجمنت اوف ذيس بوي ات ذيس بوينت يعني هنعمل ايه في الطفل دلوقتي خلاص هو ما بيجيبش يورين كريات عمال يعلى في هايبرتنشن في اديما هعمل له ايه ده ايه اوكي ماشي ها يعني انت قصدك حضرتك نمشي كونزرفاتيف ها يعني عشان الوقت دياليسيز في انديكيشنز للدياليسيز هنا كل اللي احنا قلناه هو السؤال كده اوكي انديكيشنز اوف ذا العين ما فيش اولوجوريك ونوت ريسبوندنج للفلويدز اللي احنا عملناه له في ال 24 ساعه وفي نفس الوقت بقى الكلام موجود الكريات عمال يعلى والهايبرتنشن والحاجات فده هنعمل دياليسيز للبيشنت معانا طبعا في حاجات لازم ثيرابي ده مش قصتنا دلوقتي ما عندكش دياليسيز في المستشفى تعمل ايه ريفيرال على طول يا جماعه لو عندك كان في سيرفس يعني
كلمة واحدة العيان ده محتاج داليسيس ما عندكش ابعته على المكان اللي فيه داليسيس عشان العيان ما يحصلوش ديتيريوريشن ويحصل له الديث. لا مش هنتناقش طيب هنخش ايه دي بوينت في غاية الأهمية. عملنا له داليسيس هوقف الداليسيس امتى؟ هل لما الكرياتينين بتاعه يبتدي ينزل؟ هل لما العيان يجيب يورين كويس؟ ولا في انديكيتورز يقول لي لا العيان بتاعه اتحسن انا هوقف على كده؟ حد عارف ايه الانديكيتورز اللي احنا لا هو ايه اللي كانت الانديكيتورز ان عنده مشكله؟ هي دي اللي انا هعتمد عليها عشان اقول ان المشكله خلصت. هو ال HUS ده التيبيكال HUS الانفكشن ريليتد ده بروسيس شغال على طول ولا ليميتد؟ ليه ليميتيشن؟ يس اوكي هو ده السؤال. احنا كده وصلنا الدكتوره قالت احنا الهيماتولوجيكال بارامترز اللي عندك ان يحصل البليتلت بتاعتك تبدا تبقى نورمالايزد وبدا يبقى الهيموجلوبين بتاعك فيكسد ممكن ما يرجعش طبيعي بس ما بينزلش خلاص يبقى انا خلاص كده الهيماتولوجيكال بارامترز بتاعتك وانس ان انت normalized خلاص يبقى احنا كده ال end خلاص of HUS بتاعنا الباثوجينيز بتاعها وقف وبالتالي احنا الامور ممكن تبقى عندنا stabilized. ايه البروجنوز بتاع الحالات دي؟ والله يعني في حالات كتيرة بتبقى بيحصل لها resolution بس خد بالك العين بتاع ال HUS ده محتاج follow up for long period ممكن يبقى normalized بعد شوية مع المتابعة تلاقي بدأ يحصل له بروتينوريا بدأ يحصل له هيماتوريا بدأ يحصل له هايبرتنشن بدأ بعد فترة تانية يحصل له اندستيج رينال ديزيز وانت مش واخد بالك بعد سنين فمحتاجين ناخد بالنا من القصة دي. وطبعا ولا انا شفت حالة بس انا ملاش تفسير فيها ان هي كانت بدية تيبيكال اتش يو اس بنفس البرزنتيشن وبدأ يحصل ريكارنس اوف زي اتش يو اس فدي مش منظر بتاع مين بتاع التيبيكال يعني مش الكومن بتاعنا اللي احنا بنشوفه والعيان دلوقتي في تانية كلية تجارة وستيل بيعمل فولو اب والكريات بتاعه 1.3 1.4 وهكذا وفي بروتينوريا. معرفش دكتور ياب لو في تفسير لحاجة زي كده. مش كل الحالات التيبيكال ممكن تكون نتيجة انفكشن ريليتد بس لا في حاجات ممكن بتبان بانفكشن تريجر وتكون ليها underlying complement problem hereditary complement problem. اوكي الهوم مسج في الكيس دي ايه؟ اول واحدة اي كيس اوف دايريا اول لازم نسأل هي بلادي اور نوت ده في غاية الاهمية مش اسهل ادي علاج وجري لا لازم تشوف. الحاجة التانية اسأل الام ايفن كعلامة من علامات الديهيدريشن هو بيجيب يورين كويس ولا ما بيجيبش وتسألها طبعا البامبرز ما عرفش مليان الكلام اللي انتوا بتقولوه في العيادات بس لازم تبقى عارف تسأل اليورين اوتبوت ولازم نخلي عندنا ثقافة قياس الضغط في العيادة يا جماعة سهلة جدا وهاتوا الكفات وحطوها ما فيش مشكلة خالص وروتين المفروض انه اي طفل فوق 3 سنين المفروض يتعمل له على الاقل مره واحده في السنه يتقاس له البلاد بريشر ولو اي واحد عنده اي مشكله ناحيه الكلى لازم يتقاس له البلاد بريشر او لو انت شاكك في القصه دي وتعمل مونيتورنج ليه. الحاجه الاخيره اللي في غايه الاهميه dont hesitate to order investigations مش عمال قد انتيبيوتكس و و و و and to refer in suspected cases of HUS مش عيب ان انت شكيت في حاجة ابعتها او اطلب investigations. شكرا دكتور هاني. يس طبعا ده ديبيت عليه لكن هو فعلا الانتيبيوتيك هنا لو انت بتديه في الايرلي في الكورس بتاع الديزيز not indicated عشان التوكسين ريليس وممكن يزود المشكلة اللي موجودة. اوكي الوقت طبعا بدأ يقذف علينا فهنمشي اسرع شوية. انا بس يعني الادفايس ان لما يجي لك حاله وتبقى اكيوت كيدني انجري مش بريرينال يعني ما تستناش لما يبقى في انديكيشن اوف داياليسيس عشان تحولها. لو سمحتوا حولوا الحاله بدري بدل ما تستنى لما يبقى في انديكيشن داياليسيس غالبا بيكون محتاجه اي سي يو وما بنلاقيش بيد بتبقى مشكله كبيره. وانس انها رينال مش بريرينال حول على طول الحاله دي. برضو بنت عمرها 5 سنين كان عندها برولونجد انوركسيا وإن أبروبيت جروس حسب الأم. She was not known to have any chronic disease. بتتابع مع دكتور أطفال بقى لها 5 سنين من يوم ما اتولدت وهي بتتابع معاه.
كل الدكاترة قالوا لها عادي الأنوركسيا في السن ده، في حاجة اسمها فيسيولوجيكال أنوركسيا، الأطفال بتبقى عايزة تلعب وبيبقى أكلها قليل، وبعدين هي حتى لو خدنا الجروس بارامترز هي على اللور ليميت، والأب والأم مش طوال قوي، فيعني إيه الدنيا مشيت من غير ما حد ياخد الموضوع سيريسلي. وده طبعا مهم جدا بالنسبة لنا إن احنا ناخد الكومبلين بتاع البيشنت سيريسلي. الحاجة التانية، في دكاترة قالوا لها شيل التونسل، وهي على فكرة كانت طبيبة برضو، أنا ما أعرفش إيه الحكاية، أنا جايب تقريبا ولاد الدكاترة كلهم. فقالوا لها والله شيل اللوز، العيال لما بتشيل اللوز بتاكل كويس قوي، والدكتور قال لها أنا ابني كان كده وشلتولي اللوز وتحسن. طبعا الكلام ده احنا بنسمعه كتير وأنا بنقله، لأن طبعا ده أقل إيفيدنس حضرتك ممكن تعتمد عليه في حياتك. ماشي؟ لا، في ناس كمان بتاخد الكلام من الامهات ويعيدوه للحالات الثانيه، يعني حاجه كده صعبه يعني. بعديها البنت اشتكت برجلها، هما بيصا بقى بيشوفوا هنعمل لوز، لا مش هنعمل لوز، بتشتكي برجلها بعد ما اتخبطت خبطه يعني المفروض طبيعي ما تعملش اي حاجه، والبين ما بيروحش، فعملوا اكس راي لقوا عندها فراكشر فيمر. طبعا شكله باثولوجيكال فراكشر، ده مش شكل فراكشر بتاع تروما يعني. فطبعا علشان راحوا لبتوع الأورثوبيدك فقالوا لهم لا نحلل نشوف الدنيا فيها ايه. فزي ما انتم شايفين العين عنده انيميا، بليتلت كاونت بتاعته كويسه، الوايت بلاد سيل معقوله، البي تي والبي تي تي نورمال طبعا عشان كنا ناويين يعملوا سيرجري، وبعدين اليوريا 230 والسيرم كرياتينين 6.5، وتحولت الحاله وطبعا كملنا بقى الانفستيجيشن. في طبعا كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس، وفي هايبركاليميا وهايبرفوسفاتيميا، وكل حاجه موجوده، وطبعا بالالترا ساوند بايلاترال هايبوبلاستيك كيدني. طبعا حد يقول لي طب ما هو عادي البايلاترال هايبوبلاستيك كيدني كان بي دايجنوزد اكسيدنتالي، صح؟ بس تخيل انت بقى كطبيب بقالك 5 سنين بتتابع الحاله عندك في العياده، وخلال ال5 سنين دول عمال تقول لهم بنتكم كويسه بنتكم كويسه بنتكم كويسه، وبعدين فجاه كده قالوا لك هايبوبلاستيك كيدني ورينال فيلير، والعيله اتقلب حياتها كامله من طفله طبيعيه الى طفله عندها هايبوبلاستيك كيدني ومحتاجه دياليسز وترانسبلانتيشن. هتقولي طب هم كانوا هيستفيدوا ايه لو كانوا عرفوا بدري؟ كانوا هيستفيدوا كتير. اولا يبقوا انتسيبيتد، يبقى عاملين حسابهم. الحاجه الثانيه يجهزوا لو ناويين يعملوا ترانسبلانتيشن، انما هنا بالوضع ده الحاله احتاجت دياليسز وهيمو دياليسز، ولسه بقى لما يدوروا على حد يعمل ترانسبلانتيشن انصون. النصيحه اللي انا بقولها، لان طبعا وقتنا ضيق قوي، ان ما ينفعش طفل يكون بيتابع معاك من يوم ما اتولد وعمرك ما بصيت عليه الترا ساوند ان شاء الله حتى مره. الالترا ساوند مهم جدا، لو بتعرف تعمله عندك في العياده اعمله، لو شكيت في حاجه ابعت للراديولوجيست. لو ما عندكش الترا ساوند في العياده يبقى على الاقل الطفل ما يعديش السنه الاولى من عمره الا ما يكون عمل الترا ساوند حتى كبيز، بعد كده تقدر تقارن بيه لو لقيت اي حاجه تانية. طبعا اللي مزد هنا هو الالترا ساوند، ويو ماست اكسلود كرونيك ديزيز كبوسيبل كوز لاي حاله فيها بالور او انوركسيا او انابريبريو جروس او باثولوجيكال فراكشر اند سو اون. والكيدني فانكشن الترا ساوند احنا تقريبا قلنا الكلام. اتفضل. طيب، ده 8-year-old girl with a history of bedwetting. According to her mom, her daughter was born by normal vaginal delivery ومفيش antenatal history significant. She currently wets the bed almost every night. دلوقتي خلاص بتعمل كل ليلة. However, she did have a 2-month period of dry nights with occasional wettings between 5 and 6 years of age. أم بين عمر 5 و6 سنين قعدت حوالي شهرين كده يدوب تعمل مرة كده ولا حاجة. There is no daytime symptoms. مفيش constipations ولا urinary tract infection. And the child's school performance satisfactory. والfamily history negative except إن في عندنا positive history of bedwetting في الفازر. والphysical examination مفيش مشكلة. وفي sacral dimple with no hairy patch. الأسئلة اللي موجودة خلاص الكيس واضحة، ها؟ طيب احنا هنا الأسئلة اللي موجودة عندنا هنا، أول حاجة what is the definition of enuresis؟ حد يعرف يعني ايه enuresis؟ لا كده نزعل كده ننهي الجلسة. لا 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 لا، أنا بتكلمش على التايبس، أنا بتكلم على الديفينيشن اوف انيوريسيز. يس. طيب عشان التايم، هو زي ما انتوا حضراتكم قلتوا انفولنتري يورينيشن
ليه ايج معين، لازم البنات فوق سن 5 سنين، لازم الولاد فوق سن 6 سنين، واتليست توايس بير ويك يعني مرتين في الاسبوع، واتليست ات 3 سكسيسيف مانسز يعني 3 شهور الكلام ده موجود. يبقى شوف التعريف قد ايه، مش مره كده ولا زعل ولا كان عنده امتحان ولا لا، لازم عشان احطه في الكاتيجوري اوف انيوريسيس التعريف ده في غايه الاهميه، فناخد بالنا من التعريف. الحاجه الثانيه ايه التايبس اوف انيوريسيس ان الجيرل دي سافرد فروم، يعني البنت دي ايه النوع بتاعها اللي بتشتكي منه؟ برايمري. يس اوكي، يبقى احنا وصلنا بالديسكشن ده، هي عندها برايمري اللي هي حاجه واضح، ما اقدرش اقول برايمري لسه في الديسكشن يعني، لكن هي بتحصل بالليل ولا بالنهار؟ هي بالنهار، فده نكتيورنال صح، ومش واضح ان احنا هل ده برايمري ولا سكندري. بقى هي دي النقطه، كلمه برايمري ان هي من ساعه ما اتولدت لغايه ما جات لك وهي بتشتكي. طب هو دلوقتي اساتذتنا بيقولوا انه ما قعدت شهرين كويسه، لا اتليست عشان اقول ده سكندري لازم يكون عمل كنترول 6 مانثز وبدا يحصل الكرنس مره تانية، ابتدي اقول ان العين ده افكر في السكندري كوزز للانيوريسيس. لكن لو اقل من 6 شهور ده يعتبر مين؟ برايمري نوكتيورنال انيوريسيس. طيب what are the investigations indicated in this case؟ هل في حالات النكتورنال انيوريسيس هل ده محتاج نعمل investigations or not؟ دكتور ايهاب، هو الحقيقه الاول خطوه لازم اتاكد العيان ده بوليوريك اور نوت، اوكي، لان تفرق كتير. اي واحد عنده بوليوريا هيبقى عنده مش قادر يتحكم، هيخش بالليل يلحق يخش ما يخشش، اوكي، ممكن يخش فريكوينتلي بالنهار. فالزم اول سؤال استبعد ان العيانه دي بوليوريك، وده مش هيتم غير ان انا اجمع بول 24 ساعه، ما ينفعش بالكلام، لازم يبقى عندي ارقام نجمع بول 24 ساعه حتى بالليل تصحي عشان اجمع البول واشوف الكميه قد ايه. في خطوه تانية بعد كده، لما بعد لو طلع العين بوليوريك دي قصه تانية لازم امشي معاها بقى، اشوف دايابيتس، اشوف انسيبيتس، اشوف قصه تانية. لكن لو هو مش بوليوريك يبقى في الحاله دي هي مشكله كنترول، يبقى مشكله كنترول اول خطوه لازم اعمل وات وي كول بلادر دايري عشان اشوف الدنيا فيها ايه، اوكي، بالليل بالنهار كميه البول بالليل اخبارها ايه، عنده نكتورنال بوليوريا ما عندوش. دكتور هاني هيشرح لنا الكلمتين دول حلوين قوي وبسرعه. طيب اوكي وات ار ذا لاينز اوف تريتمنت ان ذس جير. انا برضو عشان الوقت هنتراي معاكم، احنا بنعالج البرايمري نكتورنال انيوريسيس، اظن واضح الكلام، برايمري نكتورنال انيوريسيس بثلاث خطوات. الخطوة الأولى اسمها ديمستيفيكيشن ثيرابي أو تبسيط القصة للأهل، الخطوة الثانية يورو ثيرابي أو أدفايسز، والخطوة الثالثة اللي هي الميديكال مانجمنت. هنشتغل فيهم إزاي؟ أول حاجة اللي هي عملية تبسيط المشكلة، إن نقول كده، وطبعا لازم تشرك الطفل في القعدة، ما يبقاش قاعد زي الحجر وأنت عمال تكلم الأهل، لازم الطفل يبقى داخل في الموضوع وتحفزه إنه يشارك معاك في البروجرام. لا 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 ممنوع الكلام ده، لازم يقعد ويتكلم معاك وتعرف القصة ايه. طبعا لازم تفهمهم ان الموضوع بتاعنا ده common problem، ومش ضروري انه يعني خلاص القصة دي تزعج الاهل قوي، وده مش غلط الطفل، هو بيعمل غصب عنه، ومش ضروري ان انت تعاقبه، ولازم الطفل ياخد responsibility، يعني مش مامته بقى يا حبيب ماما وهي اللي تقوم تغير له، لازم الطفل هو اللي يغير الملاية بتاعته ويغير هدومه ويشير responsibility. ولازم نعمل له بقى اللي هو الريورد فور دراي نايتس اللي هو الستار شارتس، وده كلكم عارفينه ان احنا بنعمل الجدول والليله اللي هو كويس فيها بنديله ستار او بنديله ستيكر او صح زي ما هو عايز، والليله الثانيه لو كده بنعمل له نقول له معلش بس ايه ونعمل فيها خطا عشان نشوف الريسبونس بتاعنا او المتابعه بتاعتنا ازاي. لكن نيفر ان انت عشان عمل ليله تقوم ايه شايل له اللي خده قبل كده او الجائزه اللي انت اديتها له، انت كده بوظت البروجرام بتاع القصه دي. الحاجه الثانيه ده الستار شارتس اللي هو ايه اللي احنا بنديه للطفل قبل الادفايسز. طبعا استاذنا الدكتور ايهاب الحكيم اتكلم على الدايري اللي هو احنا بنعمل المفروض جدول ونشوف الطفل ده هياخد سوائل قد ايه وهيعمل فلويد قد ايه، وبنسجل عمل الساعه كذا كميه كذا وشرب فلويد قد ايه، وعشان نشوف العيان ده فعلا بوليوريك ولا لا والكميات اللي بياخدها ونعمل فلويد بالانس. الكلام ده اكتشوالي على ارض الواقع صعب جدا جدا جدا، لكن احنا ممكن يعني ايه بالتريكس كده ممكن نعرفها ليتر اون، لكن عشان الوقت هنعديه.
اليوروثيرابي في ادفايس. معلش دكتور هاني, بتبقى نقطه مهمه في الحته دي انك تحصل على ثقه الاهل والكومبلاينس بتاعهم, هيسمعوا الكلام لما تطلب منهم يعملوا الجدول ده, هيسمعوا الكلام ويعملوه, لانه بعد كده هيسمعوا كلامك في بقيه الانستراكشنز اللي هتعمل. لو ما سمعوش الكلام فيدي مش هيسمعوه في الباقي, يبقى ما فيش داعي نتعب نفسنا معاه. لا هما بيسمعوا, بس هي المشكله تطبيقه مع الطفل بيبقى يعني, هما عايزين يعملوا بس المشكله بيبقى لا لازم هو يشارك. الادفايسز احنا بندي بعض النصايح للشرب والاكل, وبعض النصايح للسليب باترن. يعني الفلويد ده بنقول في الايفنينج افويد الهاي ووتر انتيك والكافينيتد درينكس والهاي بروتين دايت والهاي صوديوم دايت. بلاش الدليفري بالليل, بلاش الشيبسيات, بلاش الحاجات المملحه والمكسرات والحاجات دي. في نفس الوقت بالليل يعني يشرب بس يبقى ما نعطوش بس يبقى زي ما انتم شايفين كده, تقريبا 20% من الديلي ريكويرمنت اوف فلويد تتاخد بعد الساعه 5 بس, لكن 80% بالنهار. الحاجة التانية ان لازم الفلويد والنيوتريشنال انتيك دوت يبقى ايه, حاجة من الحاجات المهمة جدا. الطفل لازم يبقى فاهم انا بكلمه في ايه عشان ايه يبتدي يستجيب معنا ويعملها. الحاجة التانية زي ما الدكتور ماهر كان بيتكلم على الطفل وهو داخل الحمام, لازم اظبط له القعدة عشان يبقى حابب يروح الحمام. نفس القصة هنا, احنا بندي تعليمات للطفل انه لازم الاهل يحطوا وقت معين للنوم, ويبقى ليه مواعيد سواء في الأجازة سواء في الدراسة زي بعضه, ما يبقاش الدنيا مقلوبة في الأجازة. وقبل ما ينام لازم يروح التويلت, وأفويد اللايت فلاشز والكمبيوترز والموبايلز والتلفزيونز والجيمز. ودورينج نايت حتى لو عتش بالليل نقول له اصبر شوية, بلاش احط له الشفشق جنب السرير, يبقى كمية فلويد صغير. اوكي ده كده الحاجات الأساسية. الميديكال تريتمنت احنا طبعا مش قصتنا النهارده, بس احنا عندنا 3 ثيريز اللي هما المين ثيريز اللي بيقولوا طبعا اضافه للديفلوبمنتال ديلاي اللي هما النكتيورنال بوليوريا. الطفل ده ممكن يكون عنده بالليل بيقل الانتي ديوريتيك هرمون, وبالتالي بيحصل عندنا مين نكتيورنال بوليوريا, او عنده سمول بلادر كاباسيتي البلادر بتاعته مش قادره تستوعب كميه اليورين, او عنده سليب اراوزل ديس اوردرز ان هو نومه بيبقى عميق شويه. فاحنا عندنا في 3 medical treatment. الفيرست لاين از انيوريسيس الارم, على فكره موجود وسهل جدا وبنستعمله, نتائجه رائعه وممتازه, وفي ناس بتشكك فيه فقط لحاجات تانية, لكن هو احنا بنستعمله في العياده واكسلنت والناس بتستجيب عليه وما فيهوش اي مشكله ورخيص. الحاجه الثانيه يعني ليه فيديو على اليوتيوب بيشرح فيه استخدام الجهاز. اوكي دي دعاية على فكرة معلش. الحاجة الثانية اللي هو الديزموبريسين سيرابي, وده برضو alternative first line او لو في فيليا للانيوريسيز, وده احنا بنديه طبعا مش هنقول الدوز وكلام ده لان مش بوقتنا, لكن احنا بندي الديزموبريسين وبتاخد بس اللي هو قبل النوم بساعة. ده الـ وفي منه الفورمز اللي هو الملت والتابلت, واللي هو ممكن نستعمله ده الثيرد لاين ومحدش عاد بيستعمله كتير يعني, ده يعني خلاص حاولوا تنسوه الا يعني فيما نادر دلوقتي اللي هو الترايسايكليك انتي ديبريسنت, ده اللي هو الثيرد لاين اوف ثيرابي. في اذر لاينز اوف ثيرابي زي اللي هم الانتي ماسكارينيك والاذرز اللي احنا بنستعملهم, لكن المين عندنا عشان تبقى حاطين اللاينز او الحاجات الواضحه الانيوريسيز والديزموبريسين والترايسايكليك انتي ديبريسنت بيجي في اخر القائمه. الهوم مسج من ذيس كيس ان احنا ده اللي احنا عايزين نحطه اللي احنا معرفناش نعرفه في الاول, ان الانيوريسيس ده معناه انفولانتري يورينيشن في البنات فوق 5 سنين, في الولاد فوق سن 6 سنين, at least twice per week at least for 3 consecutive months. ولازم احدد قبل ما امشي برايمري ولا سكندري, زي ما استاذنا الدكتور هي بتكلم على في بوليوريا ولا ما فيش, ده في غايه الاهميه, وفي اسوشيتد بروبلمز ولا لا, مهم جدا لازم تصلح الكونستيبيشن. لو في سنورينج حاول تشوف اي ان تي, شوف لو في اوبستراكتيف سليب ابنيا ولا حاجه نصلحها. لو في يورين تراكت انفيكشن, لو في فاميلي هيستوري اوف انيوريسيس, ده بيعملك ان هي برايمري. ولو في دي تايم سيمتومز, وده هيختلف العلاج مع لو هي اسوشيتد مع نكتيورنال انيوريسيس. طبعا احنا قلنا اهو العيان ده لو انتم فاكرين في الكيس كان في عندنا سيكرال ديمبل صح, وزاويه هير
ما تطلبش اكس راي لمب سكر السباين ولا ليها اي لازمه، هيطلع لك ايه؟ سباينا بيفيدا اوكالتا. وهي تعمل سباينا بيفيدا اوكالتا ما تعملش حاجه خالص، والعيان ماشي وبيجري وبيلعب ولا في مشكله خالص. لكن انت بقى في سيرتين كيسز، دي مش موضوعنا النهارده، لا زي ما الدكتور ماهر اتكلمنا على اليورو داينامكس والكلام ده مش موضوعنا النهارده، بس اللي عايز اوصله لك ان نو نيد فور انفستيجيشنز في حاله برايمري نكتيورنال انيوريسيز، اللهم الا اذا عايز تستبعد يوتي اي يورين اناليسيس او ممكن ابدومينال الترا ساوند، يمكن يطلع حاجه كده مش واخدين بالنا منها زي ما الدكتور ماهر اتكلم. وطبعا فولو ذا تريتمنت بلان اللي احنا بنتكلم عليها بالتايمز اللي احنا قلناه. اوكي شكرا دكتور هاني. Yes of course. ما هو الدكتور إيهاب لو حضرتك ركزت قال كده ان هو لو العيان بوليوريك هيبقى في عنده بروح الحمام بالنهار في فريكوانسي سوري يعني فريكوانت تايم ان هو عنده بوليوريا ولازم هيفض بالنهار، فغالبا هيبقى في انديكيتور. انا قلت في تريكس ان احنا هنقول بيها ان العيان ده بوليوريك اور نوت يعني، لكن تجميع البول ده في غايه الاهميه وده الساينتفك، لكن ممكن بالهيستوري بالحاجات دي نقول ان دي برايمري نكتيورنال انيوريسيس ونبدا نشتغل على هذا الاساس. لكن طبعا لو انت شاكه نص ونص لازم نجمع زي ما الدكتور ايهاب اتفضل. هو انا ما اتكلمش طيب، هو برضو عشان ما ندخلش في الديتيلز، هو احنا بندي زي ما اتفقنا احنا بنبدا بدوز الاول على 120 وبعدين بنكمل عندنا 3 شهور وستوب فور 2 ويكس ونشوف الريسبونس وممكن نكمل 3 كورسز. ممكن اقول العيان ده فيلد وابدا بحاجه تانية اضيف مع الانيوريسيس لو انا ما بداتوش، او لو بدات الانيوريسيس اضيف الديزموبريسين واشوف. وفي حالات ريزيستنت وفي ناس بيوصلوا لغايه 20 و25 سنه، انا عندي حالات العياده كلها بنات 19 و20 سنه جايين يتجوزوا وفرحهم الاسبوع اللي بعده آه. وعايزين بالظبط بيجوا يشتكوا من الموضوع قبل الخطوبه وقبل الفرح باسبوع، عامل لنا ايه يعني؟ هجيب لها فستان مش فاهم. طيب حالة فيري شورت اهي، ده طفل عمره 6 سنين عنده يورينري فريكوانسي، الاهل بيشتكوا بيقولوا الولد تقريبا كل ثلث ساعة وساعات كل ربع ساعة بيدخل الحمام، بيعمل ايه؟ بميكتوريت فيو دروبس، يعني مش بوليوريك، كل مرة بيدخل يعمل فيو دروبس ويطلع، ممكن كل ربع ساعة كل ثلث ساعة يدخل يعمل ويخرج، نو ديسيوريا نو بوليديبسيا نو انيوريسيس. وشكوته دي شغاله مش يوم ولا اتنين، هو على طول كده بقى له مده كده. في رايكم نعمل ايه؟ ده المدرسه كمان اشتكت يا دكتور ماهر، المدرسه اشتكت والحضانه اشتكت والاهل اشتكوا وراحوا لدكاتره كتير، والدكاتره طبعا اول حاجه بيعملوها يورين اناليسيس والحمد لله ما في بيطلعش حاجه، يقوم يشكوا في المعمل، يقوم يعملوا يورين اناليسيس تاني يطلع ما فيش فيه حاجه، يقوم يشكوا في المعمل، يقوم يدوا انتبيوتيك وبعدين يعملوا كلشر وبعدين تطلع نيجاتيف، وبعدين بقى ايه؟ يقوم مسلم بقى ومحولها في الاخر. ده اللي بيحصل. فالعام بيجي لك عامل يورين اناليسيس مره واثنين وثلاثه وعامل كلشر وكله كله فيش حاجه خالص، والحاله في الاخر بتتحول وبكون خدت كمان انتبيوتيكس مره واثنين وثلاثه وستيل العيان كل ربع ساعه وانت بتكشف عليه يستأذن عايز يعمل ايه؟ يعمل ميكتوريشن. بقاله مده كده ما بينقطش على نفسه. نو 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 انيوريسيس، يروح يعمل ميكتوريشن ويخرج يعمل فيو دروبس ويطلع. نعم اوفر اكتف بلادر، يعني كله موافق على الدايجنوزس ده؟ اوفر اكتف بلادر يس. يعني سايكولوجيكال بروبلم تعمل ايه يعني؟ وات از ذا دايجنوزس؟ عنده ايه مثلا؟ هستيريا مثلا؟ لا ما عندوش كونستيبيشن، ما عندوش حاجه. ها في حد له اي راي في الموضوع؟ اه هنا بيقولوا عايزين نعمل يورو دايناميك ستادي. عايزين تعملوا يورو دايناميك ليه؟ انا قبل ما اطلب انفستيجيشن لازم يكون عندي بروفيشنال دايجنوزس، وبعدين اي هاف تو كونفيرم ذس بروفيشنال دايجنوزس باي انفستيجيشن. ما ينفعش ان انا عيان اطلب له كل التحاليل واقول زي ما يطلع بقى ابقى ادور، لا انا الاول يكون عندي بروفيشنال دايجنوزس وبعدين انا عايز اتاكد منه او ما اعمل. فانا لو في دماغي اوفر اكتف بلادر ممكن اطلب اليورو دايناميك.
بس المشكله دي بقى لها قد ايه يا دكتور ماهر؟ ده تشخيص. نعم المشكله دي بقى لها قد ايه؟ على اسبوعين ثلاثه شهر ممكن، وساعات شهرين. مش من زمان قوي يعني؟ لا لا مش من زمان قوي، بس مده مش قصيره، مش يوم ولا اتنين. يعني تقصد ايه بسايكوكتروما؟ حد ضربه مثلا؟ امه طلقت ابوه. خلع يعني. نعم نعم. السؤال هنا مهم جدا، بيسال during night. لا ما فيش حاجه خالص. جود كنترول. بينام الليل تمام خالص. بالليل ما بيبقاش فيه مشكله. يعني لو هو اوفر اكتف بلادر كان هيعمل على نفسه بالليل. لا الولد ده بينام الليل بتاعه تمام ونو انيوريسيس. خلاص عشان وقتنا، بس عشان وقتنا، دي حاجه يعني معروفه عندنا في النفرولوجي، انا قلت اعرفكم بيها، اسمها داي تايم فريكوانسي سيندروم. طبعا الديفرنشال دايجنوزس يوري تراكت انفيكشن، وغالبا هو بيكون جاي اكسكلودد يعني من الهيستوري يعني. طبعا الحاجه الثانيه الاوفر اكتف بلادر، ودي لازم هيبقى فيه نكتورنال سيمتومز، لازم هيكون فيه نكتورنال سيمتومز. مش معقول يكون عنده اوفر اكتف بلادر بالنهار بس، طب وبالليل؟ وبعدين الولد ده كمان لو رايح مكان بيحبه، رايح النادي، رايح مشوار، تلاقي مفيش امور كويسه خالص، يقعد في البيت بقى يشتغل. وغالبا الكلام ده بيحصل في الستريسنج ايج، اللي هو مثلا دخول الحضانه، دخول المدرسه، ايام الامتحانات، تلاقي كل 10 دقائق في عيال، كل 5 دقائق بيدخل الحمام. حاجه بنسميها داي تايم فريكوانسي سيندروم اوف تشايلد هود. الداي تايم فريكوانسي سيندروم اللي بنسميها بولا كوريا، بناين كونديشن ديفايند از فريكوينت سمول فويدز ان بريفيسلي تواليت تريند تشايلد وذ نو بوليوريا اور ايفيدنس اوف انفيكشنز. وغالبا زي ما اتفقنا بيكون فيه ايموشنال ستريس، والحاله دي سيلف ليميتد، وغالبا العيان بيتحسن بعد مده من غير حاجه خالص. طيب انا ممكن اساعده بايه؟ هو ممكن ما يحتاجش علاج، وعلى فكره لو سبته اهم حاجه الاهل يبقوا فاهمين ويفهموا كويس قوي ان هم طول ما هم بيضغطوا على الولد الموضوع هيزيد. ولو قدرت انت كمان تعمل له سجيشن بيجيب معاك نتيجه كويسه قوي. ان شاء الله تكتب له اي بلاسيبو، ان شاء الله فيتامين، وتقول له الدواء ده ان شاء الله هيخليك ممتاز تحسن عليه تمام، بس خلي بالك لو ما تحسناش احتمال ناخد حقن. فان شاء الله لا مش هنحتاج حقن، ان شاء الله هو الدواء ده هيتحسن عليه تبقى زي الفل، هيجي لك الاسبوع الجاي زي الفل. دكتور ماهر العيان ده اعمل له الترا ساوند؟ طبعا طبعا، احنا اتفقنا الحاجات البيزك دي، الالترا ساوند واليورين اناليسز دول اساسيين عندنا، انما يورو دايناميك لا. شكرا، باقي لنا 5 دقايق يا دكتور هاني. The 10-year-old girl presented with fever, diffuse abdominal pain and muscle pain. Mother noticed that the urine of her daughter became smoky colored and of small volume in the last 2 days. The girl was suffered from upper respiratory tract infection 2 weeks ago and treated with antihistaminic antibiotic oral amoxicillin clavulanate. On physical examination, blood pressure 130/95. Few mild buffy eyes with flushed cheeks and no peripheral edema or pallor. The lungs were clear. Well, examination of the heart revealed normal sinus rhythm without murmur, no rash. Hemoglobin can 8, TLC 9, platelets 135. And urinalysis revealed a grossly reddish, smoky colored urine with +2 proteinuria. Serum creatinine was 2.3, PAN 25, sodium normal, potassium upper limit, chloride normal, and total bicarb 19, and ASOT 400. That typical scenario, لنتو بتشوفوه, that typical scenario بتاع ايه؟ Post streptococcal glomerulonephritis. رهاب تمام. ايه المقلق في العيانه دي؟ ايه اللي مش ماشي مع البوست انفكشوس جلوميرولونيفرايتس؟ البالور صح، مش كومن معاها ان يحصل بالور. صحيح نفتكر ان الهيماتوريا از ان اكستريملي رير كوز اوف انيميا. اوكي انا بتكلم هيماتوريا العاديه مش البليدنج من اليورينري تراك، ده قصه ثانيه. اوكي اوكي فلاش تشيكس دي حته كده برضو مش
مش عاديه. طب الايديما، الايديما عادي ممكن؟ عادي ممكن يحصل ايديما بسيطه في البوست انفكشنز جلوميرولي نيفرايتس، تمام. الايدج 10 سنين بتحصل، بس هي فيميل مش كده؟ فيميل دي قصه برضو لازم تحطها في الاعتبار. وخدوا بالكم في الانفستيجيشنز اللي موجوده دي، هو كومن ان احنا نلاقي في البوست ستريبتوكوكل ثرومبوسيتوبينيا، ايفن لو هي مايلد زي كده مثلا 135، ففي ريد فلاجز كده او في فلاشات تقول لك ان في عندنا هنا القصه فيها حاجه ثانيه. احنا في الحاله دي ايه الموست بروبابل كلينيكال؟ انتوا كلكم قلتوا اول حاجه ايه؟ بوست انفكشوس على طول. اوكي، ده هنحطه في الديفرنشال دياجنوزز معانا، لكن هنشوف وهطلب له سي 3 بالظبط. ايه الانفستيجيشن هيطلع؟ ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشنز اللي هنطلبها في الحاله دي؟ ايه السعر عالي؟ ماشي اوكي، سي 3 كونسيوم، بس الدكتوره هنا هتطلب مع السي 3 سي 4. يس اوكي، طلبت سي 4 معاه، طلع كمان احنا بصوا يا جماعه قليل، عملنا سي 3 طلع فعلا قليل، فده ماشي. انت ستريبتو لايسن او عالي، سي 3 قليل، كريات عالي، في هايبرتنشن، في مايلد ايديما، اوكي ماشي مع البوست ستريبتوكوكال. لكن الفلاش تشيكس والقصه الثانيه اللي هي اللي احنا بنقول ثرومبوسيتوبينيا، لا دول ايه؟ وعمر البنت 10 سنين قلقني، ها؟ وبالتالي رحنا طالبين بقى ايه؟ السي 4 والاي ان ايه. المفاجاه ان احنا لقينا ان الاي ان ايه بوزيتيف، السي 4 كان 7 يعني كونسيومد هو كمان، وبالتالي احنا الدياجنوز بتاعنا اتغير 360 درجه. بدل ما كنا بنقول بوست انفكشوس، لا ده احنا دخلنا فين؟ في سيستميك لوبس. وبالتالي ما تاخدش الامور لايتلي في الحالات زي كده، ودقق في الانفستيجيشنز وخد بالك من اللي احنا بنعمله. ايه النكست ستيب اللي هتعملها في الحاله دي؟ ما تلعبش معاه، اعمل ابعتها لنا الله يخليك، اعمل ريفيرال تو بيدياتريك نيفرولوجيست. ها، ف ده القصه اللي احنا بنقولها، ودي كده عندنا الهوم مسج من ذيس كيس، ان سسبكت اس ال اي ان اني جيرل مور ذان 7 يير بريزنتد ويز هيماتوريا، بروتينوريا، هايبرتنشن، اليفيتد سيرام كريات، اول ثرومبوسيتوبينيا. وعلى فكره احترموا الثرومبوسيتوبينيا في السي بي سي، كلكم بتشوفوا ده 130 ده 140 ده ثرومبوسيتوبينيا يا اخواننا، لازم تاخدوا بالكم. الحاجه الثانيه، if you suspect or diagnose a case of SLE refer as soon as possible، علشان ما يحصلش اي targeting او end organ infection. yes yes لا ذا فيرست برزنتيشن احنا ده كتير قوي، برزنتيشن 80% من الحالات برزنتد ب رينال بروبلمز. تمام، الكيس اللي بعد كده ده 7 يير اولد جيرل، ايه ده؟ هي نفس بنت، نفس البنت تقريبا، دي 10 سنين دي 7، ومعاها دارك كالر ديورين، والجيرل سافرد فروم سور ثروت اند فيفر اباوت 10 دايز اجو وتريتد ويز انتيبايوتيك اورال اموكساسيلينيك لافيولينيت. ماشي، والفيزيكال اكزامينيشن لقينا البلاد بريشر بتاعنا 125/90 اند مايلد بافي ايز، مفيش لور لمب ايديما، والتشست كلير، والهارت اوكي، ومفيش ريش، والار بي سيز في اليورين طالعه اوفر 100، ويت بلاد سيز 10-15، البروتونيليا بلس 1، السي بي سي اكسبتد، الكريات 1.3، البان 25، والالكترولايتس اكسبتد، والبايكارب 20، انت ستريبتولايسن او تيتر 800. الايه ان احنا اتعلمنا من اللي فات اللي بتلسع من معرفش ايه بينفخ في ايه، صح؟ فالاي ان ايه طلع نيجاتيف، سي 3 كان 40 يعني كونسيومد، والسي 4 نورمال. لا ده احنا كده بقينا زي الفل، احنا كده ماشيه مع ايه؟ بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. طيب خلاص ده الموست بروبابل دايجنوزز. طيب هنا بقى ايه؟ What is the prognosis in this case؟ طفلة اللي هي بص ستريبتوكوكال دي البروجنوز بتاعها عامل ازاي؟ زي الفل، معظمهم كلهم very good good prognosis، 85% من الحالات complete resolution، مع بعض الحاجات ممكن دكتور هاب يتكلم عليها اذا حتى لو حصل في بعض الاحيان ممكن يبقى فيه كرياتينين عالي ونخش في فرانك اي كي اي ونحتاج even sessions of dialysis،
still the prognosis is very good. تمام. اوكي ما بيحتاجوش مؤقتا بس في الفتره الاولانيه اللي فيها انجري للكيدني, بعد كده بيحصل ريكفري كامل وكل حاجه بترجع طبيعيه تماما وما بتحتاجش دياليسيس تاني. هاو تو فولو اب ذس كيس, يعني احنا دلوقتي الحاله جت وشخصناها ودخلناها معانا المستشفى او عالجناها اوت بيشنت والحاله تمام وزي الفل وكل حاجه رجعت زي الفل, يروح بيتهم ونسكت؟ لا, فولو اب فور ات ليست 1 يير, على الاقل سنه معاك, وتقول له كل ما تعمل تحليل بول هتلاقي عندك ار بي سيز موجوده, يعني مايكروسكوبيك هيماتوريا كان بيرزيست فور 1 يير اور ايفن مور في العيانين بتوع مين البوست ستريبتوكوكال, واعمل فولو اب للبلاد بريشر والروتين كير بتاعه. طيب احنا هنا في الحاله دي بعد 6 اسابيع في غايه الاهميه القصه دي, احنا سي 3 كان يخبروا ايه في الحاله دي؟ كونسيومد سي 3 في البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس, ودي المسج اللي عايزين نوصلها, return to the normal level بعد 6 اسابيع من الدياجنوزس. طب لو ما رجعش الدياجنوزس بتاعك غلط, في مشكله, يبقى لازم اتابع بعد 6 اسابيع. طب ولازم 6 اسابيع؟ ما تطولها شويه عشان ما يحصلش, يعني ممكن شهرين, يعني يبقى 8 اسابيع عشان تتاكد ان انت دخلت في مرحله مين النورماليزيشن. فلازم وانت بتعمل فولو اب تعمل سي 3 اتليست بعد 6 اسابيع من الدياجنوزز, المفروض ان هو بيبقى نورمالايزد وذاوت تريتمنت, واحنا بنتفقنا ما بنعملش اي تريتمنت, احنا جاست ان احنا بنعمل كونزرفاتيف تريتمنت. طب لو سي 3 از ستيل لو بعد 6 اسابيع, وات دو يو ثينك اباوت يور دياجنوزز؟ الدياجنوز بتاعك غالبا مش مظبوط, وغالبا هندخل في ديفرنشال دياجنوزز. دكتور ايهاب هيقول لنا الديفرنشال دياجنوزز بتاع اللي هو لو حاله ممبرينا بروريت في جوميرن فرايتس, او ان هي تكون لوبس رغم ان مكانش فيها الانفستيجيشن, طبعا استبعدنا بالانفستيجيشن, ممكن تبان ليتر اون, او ان هو يكون اميون كومبلكس جلوميرولونيفرايتس, دي اسباب اخرى لازم نفكر فيها, او ان يكون عنده كومبلمنت ديفكت, yes. هو نفسه عنده ديفيشنسي اوف ذا كومبلمنت وعلشان كده واطي وبنحتاج الاميونولوجي معانا في متابعه العيانين. الهوم مسج اوف ذس كيس فولو اب اوف اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس شود انكلود C3 level after 6 weeks of diagnosis, and if serum C3 is not normalized after this period, you must suspect the diagnosis other than acute post-streptococcal pneumonitis like membranoproliferative lupus nephritis and subacute bacterial endocarditis with immune complex. دكتور مفتاح كان عاوز يقول بس كومنت في ثواني عن في ثواني عن ثرومبوسيتوبينيا في lupus nephritis أو lupus عموما. هم يعني في اي حاله سبيشال جيرل بريزنتنج ويز ان اكسبلينت, وان اكسبلينت حط تحتها كذا خط ان اكسبلينت ثرومبوسيتوبينيا, يو شود بوت ان ذا ديفرنشال دياجنوستس لوبس, لازم تحط ان اكسبلينت ثرومبوسيتوبينيا بس لوحديها مالهاش اكسبلينيشن, لازم تحط نمر واحد اللوبس. تمام, بس دي النقطه اللي انا عاوز اكد عليها. وفي بعض الحالات بتيجي بس فولينج اوف هير, بتقول لك شعر بيقع كتير, وفي الاخر مع الوقت وتعمل انفستيجيشن تبص تلاقي الحاجات بتظهر سيكوينشيالي, الحاجات ما ظهرتش كلها مع بعضيها طبعا بتظهر سيكوينشيالي, في الاخر تكتشف انها لو بس بعد كده في الاخر. شكرا. It's my pleasure to introduce the last case. بنت عمرها 7 سنين, داون سندروم, جايه ببالور, فاتحولت المستشفى عشان سيفير بالور, كان هيموجلوبينها 6 جرام, وعملوا طبعا السي بي سي قبل ما يدوا بلاد ترانسفيوجن, فطلعت نورموسيتيك نورموكروميك انيميا, هم طبعا كانوا متوقعين تكون حاجه زي ار ديفيشنسي ولا حاجه, طلعت نورموسيتيك نورموكروميك. المهم خدت بلاد وخرجت, بعد ما خدت بلاد وخرجت بعديها بحوالي تقريبا شهر رجعت تاني عندها بالور وعندها انيميا مره تانيه, وبعدين قالوا المره دي بقى احنا هنعمل فول انفستيجيشن للحاله, فعملوا كل الانفستيجيشن اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها الواحد عنده انيميا, عملوا البلاد فيلم عشان السفيروسايتوزيس, وعملوا الهيموجلوبين الكتروفوريسز, وقالوا طبعا طفله داون سندروم عندها انيميا ممكن تكون ايه لوكيميا, فعملوا بوم مارو, يعني تقريبا كل الانفستيجيشن بتاعه البلاد او الهيماتولوجي اتعملت. طبعا الحاله بعد كده يعني احنا طبعا مختصرين الداتا شويه, بس انا انشورت هقول لكم اللي حصل. خرجت الحاله برضو ان دايجنوزد ستيل في انيميا, خدت بلاد يعني اتحسنت وخرجت, بعديها جالها فيتس, فلما جالها فيتس دخلوها عملوا لها سي تي ما طلعش فيه حاجه, وبعدين قالوا لا نعمل اي جي, فطلع في الاي جي اكتيفيتي, طبعا الاي جي كان المفروض تتاخر
تعملش بعد الفيت على طول. المهم ادوها برضو ديباكين وخرجوه. طبعا كل ده كان في جنرال هوسبيتال، وبعديها دخلت البنت في كونفالجن اند كوما، فتحولت عندنا في الجامعه. فدخلت الجامعه عملت ام ار اي، كانت على فكره عامله غير السي تي اللي كانت عاملاه على البرين، كانت عامله كمان سي تي على السباين، ما اعرفش ليه كانوا قلقانين من اتلانتو اكزيال ديسلوكيشن. المهم لما دخلت البيشنت كان معاها تحاليل ما شاء الله، عامله كل حاجه تقريبا راديولوجيكال ولابوراتوري، لكن ما فيش اي حد عمل لها اي حاجه لها علاقه بالكدني. الحلقه اتعمل لها سي تي، قصدي ام ار اي، مش فاكر اتعمل سي تي او ام ار اي. المهم طلع فيها بريس، فطبعا البريس اللي هي كان ام ار اي اللي هي البوستيرو ريفرسبل انكفالوباسي، ودي طبعا عندنا في الاطفال غالبا بتبقى هايبرتنشن. فالحاله في الاي سي يو اتحطت على مونيتور، لقوا الضغط عالي، الضغط عالي، عملوا انفستيجيشن كيدني فانكشن زي ما احنا شايفين كده، اليفيتد كيدني فانكشن، يمكن هنا اوكي. المهم يعني اليفيتد كيدني فانكشن والعين هايبرتنسيف وكل المانيفستيشن بتاعه الكيدني فيلير، وبالالترا ساوند طلع 1 كيدني از ابسنت والثانيه هايبوبلاستيك والحاله اند ستيج رينال ديزيز. اتعمل لها كل حاجه ما عدا الكيدني فانكشن، وده برضو اللي احنا بنقوله، اي حاله ان اكسبليند انيميا من ضمن الروتين انفستيجيشن اللي كلنا لازم نعملها. هل العينه دي كان لازم تخش الاي سي يو عشان اصلاح الضغط؟ بليز، قياس الضغط ده جزء من الجنرال اكزامينيشن، يتعمل العيان في الاستقبال في اي وقت يجي فيه تعبان. كان عندها انفستيجيشن قد كده وما فيهاش كيدني فانكشن، بالظبط زي ما يجي لك واحد جنرالايزد اديما وعمل كل التحاليل وما عملش سيرم البومين، نفس الفكره بالظبط. الحقيقه يعني فيري ثانكس، احنا نتمنى نكون قدمنا ستيب اب زي ما قلنا في العنوان، ويكون استفدنا من الحالات اللي احنا قدمناها. الحقيقه بنشكر الديستينجوشبل سبيكرز بصراحه يعني على السيشن الهايله البراكتيكال اللي فعلا اعتقد يعني انا عن نفسي استفدت كتير جدا جدا، والمشاركه كانت هايله جدا جدا جدا. وبنتمنى يعني ان السيشن دي تتكرر يعني كل مؤتمر ان شاء الله. الدكتور ماهر، الدكتور ابي، الدكتور هاني، وشكرا شكرا جزيلا.